يا صباح الهنا وصباح الخير يا اللي معانا على كل الناس اللي بتتابعنا من كل انحاء العالم حاليا وصحيين بيتفرجوا على 10 الصبح في الاهلي. يوم جديد ومنتصف الاسبوع ومعانا اخبار كتير مهمه، واكيد هنتابع مع حضراتكم يعني ابرز الاحداث ولجنه الاستئناف والقرارات اللي صدرت وغيره وغيره من اخبار. صباح الفل يا صباح كريم. الفل، ولقاء السوبر المرتقب طبعا والكلام اللي طبعا داير في كل حته بقاله يومين ثلاثه عن فكره احتماليه انسحاب المنافس من عدمه. على كل الاحوال النهارده عندنا موضوعات فعلا كتير وكلها اهم من بعض هنتكلم مع حضراتكم فيها، ولا سيما في الفقرات الحواريه. بالمناسبه في الساعه الثانيه من حلقتنا النهارده هيكون عندنا فقرتين حواريتين هنملى الدنيا من خلالهم نقد وتحليل. ليه؟ لان في الفقره الاولى هتنورنا الاستاذه دينا نبيل الناقده الرياضيه، وكمان هتكون منورانا معاها نانسي علي الناقده الرياضيه، وحديث عن البطولات الدوليه اللي بتستضيفها مصر في الفتره الحاليه. دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه هينورنا فيها الاستاذ عبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي، وطبعا هنتكلم معاه في كتير من الموضوعات اللي تخص النادي الاهلي، وبصفه خاصه اكيد هيكون الجزء الاكبر من كلامنا متعلق بماتش السوبر ان شاء الله. كلام جميل جدا. تعالى بقى نخش على طول في اهم الاخبار، ونبدا بقرار لجنه الاستئناف طبعا في الاتحاد المصري لكره القدم، تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الصادرة من لجنة الانضباط. وكانت لجنة الانضباط أعلنت في وقت سابق زي ما حضراتكم عارفين إيقاف كهربا 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، ده كان بسبب هتافه مع النادي يعني عقب مباراة الزمالك في الدوري الممتاز. طيب جاء القرار ده أو قرار لجنة الاستئناف بوقف الفصل في عقوبة كهربا وتعليقها لحين الفصل في دعوى النادي الأهلي بقرار بطلان تشكيل لجنة الانضباط. طبعا من المقرر كمان نواجه الأهلي والزمالك زي ما احنا عارفين الماتش يوم الجمعة الجاي، وزي ما كريم كان بيقول كان في كلام هل المنافس هينسحب ولا لا. الكلام لحد هذه اللحظة مفيش انسحاب من المنافس، مفيش قرار رسمي، مفيش طلب رسمي بده، مفيش إعلان رسمي بده. المباراة زي ما هي كريم لحد دلوقتي، الجمعة الجاية الأهلي والزمالك في كاس السوبر، لكن دي الأحداث والمجريات اللي هي بتبدأ أو يعني بتكون متواجدة على الساحة يوم بعد يوم. أكيد هنتابع مع حضراتكم لو في أي جديد في هذا الملف طبعا تحديدا. تمام. امبارح اصفرت قرعه بطوله كاس مصر لنسخه 2022 2023 لمباريات دور ال 32 اللي اقيمت بمقر الاتحاد المصري لكره القدم طبعا بحضور مندوبي كل الانديه، اصفرت عن مواجهه مرتقبه للنادي الاهلي مع منتخب السويس، وحدد اتحاد الكره الفتره من 6 الى 12 مايو الجاري كموعد لخوض مباريات دور ال 32 لبطوله كاس مصر، وهي المواعيد التي تتعارض مع تحضيرات النادي الاهلي لمباراه نصف النهائي بدوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي. بالتالي طبعا المواجهه دي ما بين الفرقتين من كاس مصر هتكون مؤجله. كمان قررت لجنه المسابقات باتحاد الكره اقامه مباريات دور ال 32 من بطوله كاس مصر بدون حضور جماهير وفقا لما تم اختار الانديه به. طبعا كلنا عارفين ان النادي الاهلي بيعمل يعني بيحمل هو لقب النسخه الاخيره من كاس مصر بعد ما توج باللقب عقب فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف. بص، من الأخبار المهمة وهي برضو مرتبطة بالخبر أنت كنت بتقوله، هو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان أصدر بيان رسمي، ده كان بالأمس، بشأن الأحداث اللي يعني شهدتها مباراتين شهدناها كلنا، الأهلي مع الرجاء المغربي والترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري. ده كان ضمن طبعا منافسات دوري أبطال إفريقيا، ومشهد كان لا يليق تماما. قال بالضبط كده البيان أن هو بيدين السلوك يعني المشين لبعض المشجعين خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا في تونس والمغرب، وأن الأمر سيتم تسليمه للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تعطل مباراة الترجي وشبيبة القبائل لعدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على أرض الملعب. هرجع أقول تاني، مشهد كان لا يليق تماما، ومشهد مش مألوف في السنوات الماضية. يعني ممكن المشاهد دي يا كريم كنا بنتابعها من فترة لفترة بس كانت في أزمنة سابقة، لكن مؤخرا احنا كنا بالعكس بنشيد بالجماهير العربيه والجماهير الافريقيه، وكنا بنقول ان الدنيا ابتدت تعود مره تانية للي يليق بالدول دي. فبعض الاشخاص برضو مش هنلوم على الدول اكيد، بس بعض الاشخاص اللي هي بتتعدى الحدود انا اعتقد ان لازم يتم اتباع معاها القانون، ويكون قانون رادع لازم يكون ده، لان للاسف الشديد اللي بيدفع الفاتوره يا كريم المشجعين كلهم، وفي الاخر ممكن الدوله تتضرر من افعال بعض المواطنين اللي هي ليس لها يعني سبب او ليس لها منطق في الاول وفي الاخر.
خليني اتابع بيان مع حضراتكم برضو. كان في طبعا المشاهد، تحدثوا عن المشاهد في تونس والدار البيضاء ان هي كانت غير مقبوله تماما ولا يمكننا تحمل ذلك في كره القدم. اننا ندين بشده التصرفات التي يقوم بها بعض المشجعون. ستسلم الكاف الامر، سيسلم الكاف الامر يعني الى الجهات القضائيه لمزيد من التحقيق. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين مباراه الترجي التونسي وشبيبه القبائل يعني للأسف شهدت أحداث شغب كانت من جماهير الفريق التونسي مع كمان قوات الأمن يعني، وحدث تدافع بين الجماهير وكان مشهد غير مقبول تماما وحاجة يعني تاني هرجع أقول غير مألوفة وغير مبررة وغير منطقية إنجاز التعبير. ولسه كنا بنتكلم عن إن في أرواح كمان بتروح يعني للأسف الشديد. امبارح الخبر اللي كنا بننعي فيه طبعا، وأول امبارح كمان في أول الأسبوع كنا بننعي فيه الفتاة اللي هي توفيت عمرها 29 سنة من تدافع الجماهير، وهي كانت جاية من تركيا حسب كلام والدها يعني جاية من تركيا عشان تحضر المباراة لفريقها المفضل. تدافع الجماهير، أعمال الشغب اللي بتحصل، لا ده غير مقبول اكيد تماما يعني. بالمناسبه برضو عايزين نعرف حضراتكم ان من ناحيه تانية اصدرت وزاره الداخليه التونسيه قرار عقب الاحداث اللي طبعا حصلت في ماتش الترجي الرياضي وشبيبه القبائل الجزائري بمنع دخول الجماهير التي تقل اعمارها عن 18 سنه. وبالفعل القرار ده تم تنفيذه بالفعل في مباراه النادي الافريقي والنجم الساحلي ضمن منافسات الدوري التونسي. طبعا من المقرر ان تقام مباراه الذهاب بين الاهلي والترجي احد يومي 12 و13 من شهر مايو الجاري في تونس، فيما ستقام مباراه العوده ان شاء الله في القاهره احد يومي 19 و20 مايو. بص اكيد متوقع ان الداخليه هناك هتتخذ اجراءات، ودي كخطوه اولى امر جيد. ده مش تعنت او غيره، ده حفاظا طبعا على الارواح، خصوصا انت بتتكلم اطفال تحت 18 سنه يعني او شباب تحت 18 سنه. لكن انا اتوقع ان هيكون في تحقيقات يا كريم في الفتره اللي جايه، وتحقيقات يعني مش سهله اعتقد صارمه، لان الوضع ده تحدثت عنه كمان الصحف المختلفه العربيه والتونسيه وادانت هذا التصرف بشكل كبير جدا لحضراتكم اكيد متابعين. إن شاء الله لا تكرر هذه المشاهد مرة تانية لأن مرفوض تماما يعني. وقعدنا سنين بعد موضوع كورونا محرومين من وجود الجماهير في المدرجات، وكرة القدم العالمية كلها كانت بتعاني بل وبتئن كمان من انعدام وجود جماهير. لما ربنا يسر الأحوال وبقينا دلوقتي بنشوف ماتشات وفيها حضور جماهيري، يعني من باب أولى بقى نمشي كما ينبغي يعني يكون في سلوك مظبوط. والأهم من السلوك المظبوط يعني احنا ما ينفعش نسيب الأمور دي لذوق الطرف الآخر، لا لازم زي ما كنت بتقولي من شوية يا نهاوند يكون في قانون وعقوبات رادعه. صحيح. تماما عشان حتى اللي بيفكر يعمل اي حاجه او اي لفته فيها شيء من الشغب او كذا لا يفكر مرتين ثلاثه قبل ما يعمل ده. بتفق معاك. خلينا نروح برضو لاعلان اخر اعلنه الاتحاد الافريقي لكره القدم عن التشكيل الافضل لجوله الاياب من دور، هنا بنتكلم ربع النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا. التشكيل ضم مين بقى؟ ضم من الاهلي محمد هاني، حمدي فتحي، وضم ثلاث لاعبين من الوداد المغربي، ولاعب من الرجاء، واخر من شبيبه القبائل الجزائري، واثنين من الترجي، واثنين من سان داونز. ده التشكيل النهائي اللي بقوله لحضراتكم حاليا. جميل. نروح بقى مع حضراتكم للاتحاد المصري لكرة القدم اللي تلقى عرضين من المغرب والبرازيل لمواجهة المنتخب الوطني وديا خلال فترتي التوقف الدولي المقرر ليهم إن شاء الله يونيو وسبتمبر المقبلين. المنتخب هيواجه غينيا قبل يعني في فترة التوقف الدولي خلال شهر يونيو ضمن الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها العام المقبل إن شاء الله في كوت ديفوار. بيدرس اتحاد الكرة العروض المقدمة من البرازيل والمغرب وكمان أوزبكستان بجانب عرض سابق كان تلقاه من المكسيك لمواجهة منتخب مصر وديا في يونيو المقبل، وهيعرض الاتحاد الأمر على روي فيتوريا طبعا المدير الفني عشان يختار أو يفاضل ما بين هذه العروض وكمان يختار الأنسب ما بينهم. بالمناسبة منتخب مصر خاض مع فيتوريا ثلاث مباريات ودية أمام النيجر وليبيريا وبلجيكا، وبعدها ابتدى المواجهات الرسمية طبعا بلقائه مع ملاوي في جولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا. مهمة جدا مسألة المباريات الودية، بس الأهم إن احنا نحسن اختيار الفريق اللي بنلتقي معاه وديا عشان حتى يبقى فيه مكسب، يبقى فيه فايده من اللقاء، لان ساعات كتير الناس يا نهاوند بتقف عند يا فرحتي ما معناها يعني ان انا اقابل فريق مثلا درجه 9 في قاره واقعه كرويه. فده هيفيدنا ايه؟ طبعا لازم يكون اختيار الافضل والامثل ليك في المرحله او في البطوله اللي انت اكيد يعني فيها.
في بقى حاجات لطيفة من الحاجات اللي لحد كبير برضو لها تأثير إيجابي. نروح لأولمبياد تحديدا، أنا بتكلم عن المحافظات الحدودية اللي بتنظمها وزارة الشباب والرياضة. النسخة دي بنتكلم دي النسخة الرابعة منها بمشاركة تقريبا 3000 يعني شخص، وبنتكلم هنا بمحافظة مطروح تحديدا، محافظة كمان اختيارها أعتقد رائع جدا، محافظة جميلة جدا. أنت بتعمل أي عمل رياضي أو فعالية رياضية بتختار برضو منطقة تقدر من خلالها أن أنت تعمل ترويج للسياحة، السياحة الرياضية وغيره. السواء داخليا على فكرة، مش لازم السياحة تبقى خارجية فقط، السياحة داخلية دي مهمة جدا. خلال الفترة دي كانت من 28 إبريل لغاية 2 مايو، المفروض بيتضمن مسابقات، عندك بقى ألعاب خماسي، كرة قدم، كرة يد، كرة طائرة وسلة وسرعة وتنس طاولة وألعاب قوة وسباحة، يعني كان في أنواع كتيرة جدا من الرياضات. وكان عندك كمان عروض فنية وبرامج أو برنامج سياحي للمعالم السياحية في مطروح. أنا بحب الحاجات اللي زي كده، وكنا اتكلمنا برضو قبل كده كريم تقريبا عن دورة الوزارات المختلفة، دوري الوزارات اللي كان موجود، وقلنا برضو الحاجات اللي زي كده بتبقى ليها فايدة كبيرة، ان انت بتعمل bridging the gap بين الموظفين اللي في مؤسسة واحدة، لان ممكن يكون في ناس بيشتغلوا في نفس المؤسسة او غيره او معنيين بنفس العمل، ولكن في نفس الوقت هم بيقابلوش بعض. فحلو ان انت تقرب الموظفين من بعض، تقرب الناس من بعض. انا بشوف دي حاجة كويسة جدا، زي الدوري المتحدة اللي كان موجود برضو في رمضان. والله كنت لسه هقول لك حاجة يعني والله مستنيك تخلصي عشان اقول لك ان ده حصل بحذافيره في شهر رمضان، وكانت روح ما انا شاركت عظيمة. يا فندم انا عارف، انا عشان كده بقول لك، كنت هحكي لك كده يعني، كانت روح حلوه قوي الصراحه. يعني صحيح. على فكره نانسي الناقده الرياضيه اللي هي هتكون معانا برضو يعني احدى الضيفتين اللي معانا في ان شاء الله في الفقره الاولى، كانت معانا في الفريق وبتلعب كوره حلو جدا ما شاء الله. يعني طيب تعالوا بقى نروح للمنتخب المصري لالعاب القوه اللي بيشارك بمنتهى القوه والفعالية في البطولة الإفريقية تحت 18 و20 سنة للناشئين والناشئات والشباب اللي بتقام خلال الفترة من 29 إبريل وحتى 3 مايو في زامبيا. حققوا حتى الآن 10 ميداليات، 2 ذهب و6 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين في منافسات اليوم الأول والثاني من هذه البطولة. طبعا مليون مبروك، وبنتمنى لهم المزيد إن شاء الله من النجاحات وحصد المزيد من الميداليات في الأيام القليلة القادمة بإذن الله. من الأخبار برضو اللي انت لما تسمعها تبقى مبسوط، هنقول مبروك للمنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي هنا المتحركة، فازوا بلقب البطولة العربية عقب الفوز على منتخب الكويت ومستضيف طبعا هذه البطولة بنتيجة هنا 41-40. منتخب مصر حقق العلامة الكاملة في مجموعته بالدور الأول بعد الفوز على المغرب وعلى الأردن وعلى فلسطين، وشارك كمان في البطولة طبعا الكويت الدولة اللي هي المضيفة، ومصر والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والإمارات والبحرين. ترأست البعثة المصرية طبعا المهندسة أمل مبدع عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وكانت ضيفتنا هنا قبل كده يا كريم من سنتين مع أوائل الحلقات أو الحلقات الأولى يعني لعشرة صبح في الأهلي، وكلمنا معها في هذا الملف، ملف في غاية الأهمية. ومش بس في غاية الأهمية، هو دلوقتي بيحصل على أو بياخد حيز كبير جدا من اهتمام الدولة، واهتمام الدولة عمل انعكاس كمان على تغيير ثقافة المجتمع. يعني هي القصة كلها أن أنت لازم بتبدأ من فوق، لما بتبدا وبتبتدي تفرض على المجتمع ان هو يغير ثقافته ويتقدم ويتطور في فكره، بتبتدي تخلي الفئه اللي انت بتساعدها او الفئه اللي انت بتهتم بيها فعلا تحصل على حقوق اكتر وتعيش حياه افضل. ده بالظبط اللي حصل مع ذوي الاعاقات الذهنيه او ذوي الهمم عندنا في مصر. ملف كان مطروح بقاله سنوات طويله جدا، لكن في سنوات اخيره بدا ياخد اهتمام اكثر من رائع. كمان ما كلمش اهتمام مثلا على فكره هنا تغيير الثقافه في التعامل، لا، انت ابتدى ياخد اهتمام كمان يا كريم في القانون. فاعتقد ده شيء محترم جدا الحقيقة. واحنا عندنا ابطال مصر كمان رياضيين، لو هنتكلم تحديدا عن ذوي القدرات الخاصه والهمم، هم بيعملوا وبيحققوا انجازات في مختلف البطولات الدوليه، وده بلغه الارقام عشان طبعا هنا نضيفها للسجل كمان انجازات الرياضه المصريه. فكل التوفيق لهم كمان في البطولات المقبله، لكن سو فار احنا فخورين بكل ما يتم وكل ما بيقدموه بصراحه. يعني يتقال عليهم حقيقي ما شاء الله على هذه الفئه، ابطال بالمعنى الحرفي. دي حقيقة والله يا كريم، ذره مبالغه لما بنقول عنهم ابطال او لما بنوصفهم كابطال، لان الناس دي تعالوا نتخيل، الواحد فينا يتخيل نفسه يعني
بربع الضغط اللي هم عايشين تحتيه، يعني عايش بربع بس الضغوطات دي مش هيعرف يعيش، ما بالكم بالناس دي، الناس دي ابطال بالمعنى الحرفي للكلمه، وضربات قدريه قويه جدا وصعبه جدا بيقاوموها وبيعيشوا وبيكافحوا وكمان بيحققوا بطولات في رياضات مختلفه، فطبعا ليهم مننا كل التحيه وكل التقدير. تعالوا بقى نروح لمدينه شرم الشيخ اللي هتستضيف فعاليات اشهر سباق دراجات في العالم تور دي فرانس للمره الاولى في مصر وفي افريقيا، الكلام ده طبعا ضمن جولة السباق اللي بتشمل 25 دولة حول العالم. طبعا هذا السباق يعتبر من أكثر الأحداث الرياضية السنوية شهرة في العالم كله لركوب الدراجات، وطبعا دي فرصة عظيمة أنه يتم التسويق لشرم الشيخ من خلال هذا السباق بكل ما فيها بقى من جمال الطبيعة الخلابة وطقسها الرائع، وهي بصراحة تعتبر من أفضل المدن السياحية على مستوى العالم. فعارفة كده تحبي موضوع السياحة الرياضية. السياحة الرياضية ملف كبير. حصلت اهي بحذافيرها وهتحصل في شرم الشيخ كمان إن شاء الله. لا طبعا دي حاجة محترمة جدا. وتاني هنرجع نقول ونأكد على الكلام اللي أنا وكريم قلناه امبارح، احنا عندنا تاريخ وعندنا اماكن سياحيه رائعه، وعندك حضاره العالم كله يتحدث عنها وكتب التاريخ تتحدث عنها، وعندك الاصل. عارف لما يبقى عندك دوله عندها اصل، مصر دوله عندها اصل وعندها كل حاجه، يمكن ربنا رزقنا من اكتر الدول يا كريم، ربنا رزقنا فعلا بحاجات لو استغلناها صح، او بكوادر لو استغلناها صح نقدر، امكانيات سميها اللي انت عايزه لو تم استغلالها صح هتبقى من اولى الدول عالميا اللي عندها سياحه ودخل يعني اعتقد غير مسبوق في اي دوله تانية. اصلا قارن لي مصر باي دوله تانية، مصر من الدول السياحيه، انت عندك كل حاجه، حتى الجو عندك رائع على مدار السنه كلها. فالقصه كلها مش دي، تاني هناكد على النقطه بتاعت امبارح، القصه كلها في فكر التعامل مع السياحه، الفكر نفسه العنصر البشري اللي لازم يتم تدريبه على التعامل مع السياحه، ومش بس الناس القائمين على السياحه او يعني مجال السياحه، لا يا كريم احنا كشعب احنا لازم نعرف ازاي نتعامل. نتكلم على فئه، اكيد في ناس عندها هذه الثقافه، انا بتكلم عن الناس اللي ما عندهاش هذه الثقافه، في ناس لا تجيد التعامل مع الاجانب ومع الناس اللي بتزورنا، لازم الواحد يتعامل صح، ولازم الواحد يحسس الاجنبي ده وهو جاي مهما كانت جنسيته ان انت في بلدك الثانيه، تعالى وانبسط وسافر وارجع لنا تاني، كل ده هيبقى لمصلحتك الشخصيه، لكن اجي واضايق الناس واعمل تاني، دي فئه للاسف الشديد موجوده ما بيننا، واعتقد ان هي مرفوضه مجتمعيا بشكل كبير، بدليل ان احنا كنا لسه بنتكلم عن الفيديوهات اللي كانت موجوده، المجتمع كله يقول لك ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يعني ده امر مرفوض تماما. فنتمنى تدريب او تثقيف الناس اكتر من كده، والفئه اللي هي للاسف بتضرنا في فكره هنا السياحه او ملف السياحه، ان هي يتم يا فرض عليها عقوبات بقى رادعه زي ما كنا بنتكلم، او يتم تدريبهم توعيتهم تثقيفهم ان ما ينفعش، لازم يكون في تعامل جيد، تعامل محترف مع السياح لما بيجوا مع السياحة عامة. فده شق كبير جدا، عارف تحس ان حرام يعني تيجي الدولة عندك بتعمل وبتسوي مجهود دولة كامل بيضيعوا شوية أفراد مش مجهود مسؤولين. دولة بيضيع عشان شوية ناس لا تجيد التعامل، لا أسفة احنا مش هنقبل بده، مش هنقبل بده تماما، ده مرفوض. طيب احنا أكيد لا كلامنا خلص ولا أخبارنا انتهت، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا اتفضل. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية. تعالوا بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي من خلال زميلتنا العزيزة نورهان طمان المتواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الخيرات عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وصباح الخير على كل مشاهدي برنامج 10 الصبح في الاهلي. احنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بفرع الجزيره، زي ما عودناكم نطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي، وكمان خلينا قبل ما نروح للاخبار نقول لكم انه كالعاده البوابات او بوابات النادي المختلفه فتحت يعني في الصباح الباكر من الساعات الاولى اليوم لاستقبال الاعضاء، والعاملين طبعا بيعملوا على قدم وساق لاستقبال الاعضاء النهارده. كمان خلينا بقى نروح لاخبارنا وفريق الاول، ولا صوت يعلو فوق صوت السوبر. طبعا الفريق الاول لكره القدم حاليا متواجدين داخل صاله مطار القاهره للتوجه لدوله الامارات الشقيقه لخوض منافسات طبعا بطولة السوبر المصري اللي إن شاء الله مقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل أمام نادي الزمالك. طبعا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي واجه نادي الزمالك في 8 مواجهات سابقة، النادي الأهلي فاز في 6 مواجهات بينما نادي الزمالك فاز في 2 فقط. طبعا ملعب محمد بن زايد يمكن هو كان الملعب اللي فاز فيه نادي الزمالك بالبطولتين، ولكن إن شاء الله الحظ يكون حليف النادي الأهلي في البطولة الحالية. كمان خلينا نقول لكم إن كان في بعض الجلسات الصغيرة اللي انعقدت في
الساعات الاخيره ما بين الجهاز الفني وبعض اللاعبين، وعلى راسهم النجم طبعا وقائد الفريق كابتن محمد الشناوي. يمكن يعني كان في رسائل لمحمد الشناوي او من خلال محمد الشناوي الجهاز الفني طالب اللاعب ان هو يوجهها للاعبين في الساعات القادمه، وحثهم على بذل اقصى جهد ليهم خلال المباراه المرتقبه. طبعا مباراه الزمالك طول الوقت يعني ذو نكهه خاصه عند جماهير النادي الاهلي، وما بالنا طبعا كمان لما تكون مباراه بطوله ولا تقبل القسم على اثنين. كمان خلينا نقول لكم ان النهارده هيتم تحديد يعني يمكن مشاركه ديانج وياسر ابراهيم وايضا محمد شريف، الثلاثه اللي تعرضوا لبعض الاصابات الطفيفه في مواجهه الرجاء طبعا الماضيه، واللي كانت طبعا انتهت بفوز النادي الاهلي في المباراتين مجموع المباراتين بهدفين دون رد. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن في بعض استمرار طبعا الغيابات، اكرم توفيق ورامي ربيعه وكريم فؤاد دول طبعا غايبين بقالهم فتره للإصابة. كمان خلينا نقول لكم أنه يمكن طبعا في حظر إعلامي مفروض على اللاعبين في الساعات الأخيرة من قبل الجهاز الفني للفريق، حظر إعلامي كامل على كل ما يتم تداوله في سواء وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع السوشيال ميديا حول المباراة، لتركيز اللاعبين فقط على المباراة والفنيات فقط. ده طبعا كان يمكن معظم الاجواء حول الفريق الاول لكره القدم، ولكن خلينا نكمل اخبارنا عن طبعا الالعاب الاخرى. النهارده نجم السكواش مصطفى عسل بيستعد ان شاء الله لخوض غدا مباريات او اولى مواجهاته في بطوله العالم للسكواش، وده بعد طبعا توقف او اللعب او ايقاف اللاعب، القرار اللي كان صادر من الاتحاد المصري للسكواش بشان اللاعب، وكان متوقف 6 أسابيع. وده الظهور الأول مصطفى عسل، كل الأمنيات الطيبة لنجمنا نجم النادي الأهلي ونجم الإسكواش مصطفى عسل. أما بقى على مستوى الكرة الطائرة، فطبعا النهاردة في تاني مواجهات الأهلي والزمالك على صعيد السيدات. طبعا احنا عارفين أنه يمكن النادي الأهلي لم يوفق في ليلة أمس في المباراة اللي أقيمت على قاعة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر، وخسر النادي الأهلي 3 أشواط مقابل شوط واحد. إن شاء الله في نظام البيست اوف 3 النهارده النادي الاهلي وسيدات الاهلي يقدروا يعوضوا ويروحوا لمباراه فاصله يوم الخميس المقبل، وان شاء الله يتوجوا بكاس مصر. اما على صعيد الباسكت بول، وايضا خلينا مستمرين مع السيدات، النهارده الساعه 6 في صاله برج العرب الاسكندريه سيدات الاهلي هيواجهوا سموحه في ايضا يعني مباراه هامه، وطبعا نهائي كاس نهائي دوري سوبر السله في طبعا النهارده زي ما قلنا لكم امام سموحه في 6 مساء. اما بقى على صعيد الباسكت بول رجال، فطبعا بطوله البال اللي يمكن شغله حيز كبير جدا من اهتمام اعضاء الجمعيه العموميه هنا وجمهور الاهلي بشكل عام. النهارده ثالث مواجهات النادي الاهلي امام فريق كيب تاون الجنوب افريقي، ويمكن النادي الاهلي بيسعى لمواصله الانتصارات بعد تحقيقه لانتصارين متتاليين في المباراتين الماضيتين. دي كانت معظم اخبارنا هنا من او كل اخبارنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. شكرا لكم جدا، وعوده مره اخرى الى الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان على التغطيه المتميزه دي كالعاده، شكرا جزيلا ليك. نشكرك طبعا اكيد يا نورهان، وتاني هرجع اقول برضو نورهان من المراسلات الشاطرين جدا في قناه الاهلي، كلهم شاطرين بصراحه الحق يقال، يعني الاشاده يمكن جايه من بيتها بس يعني دي حقيقه، بس هم يعني على استحقاق حتى دي حقيقه فعلا. خلينا بقى نروح لبرضو اخبار مختلفه، وهنروح للتنس. هتواجه النهارده ميار شريف بطله التنس المصريه والمصنفه رقم 59 طبعا عالميه، نظرتها المصنفه الثانيه عالميا البيلاروسيه ارينا سابلينكا في الدور ربع النهائي لبطوله مدريد المفتوحه للتنس. على فكره ارينا عندها 24 سنه، ميار عندها 26، والاثنين من البطلات اللي لهم اسم كبير جدا. قبل كده برضو ارينا فازت بالجراند سلام مره في السنجل، يعني برضو اعتقد مباراه كريم او ماتش هيكون صعب جدا في تنافسيه كبيره، وهي طبعا احدى اقوى بطولات كمان الماسترز العالميه. امبارح ميار حققت انجاز تاريخي بعد ما تاهلت للمره الاولى في تاريخ التنس المصري للدور ربع النهائي من بطوله مدريد المفتوحه بعد فوزها على البلجيكيه اليسا مارتينيز المصنفه رقم 29 عالميا، بنتكلم بمجموعتين لمجموعه. في حال فوز بقى النهارده المفروض هتقفز ميار لتصبح ضمن افضل 30 لاعبه في التصنيف العالمي للمحترفات، اكيد بنتمنى ده من قلبنا. مباراه هتكون مهمه بالتوفيق اكيد
عدل ميار. وطبعا البطولة دي ضمن كمان استعدادات البطلة المصرية لبطولة العالمية بقى رولان جاروس بفرنسا، اللي بتعتبر الحدث الأبرز طبعا واللي كلنا بنتكلم عنه عالميا في بطولات التنس، واللي بيبقى اعتقد كمان بيحوز على أكبر نسبة مشاهدة عالميا لعشاق تنس أو رياضة التنس تحديدا على الإطلاق. يعني بتكون تقريبا يوم 28 مايو لو أنا مش غلطان، يوم 28 مايو. نروح بقى لفريق سيدات برشلونة لكرة القدم اللي حسموا بطولة الدوري الإسباني للسيدات من بدري، وزي ما بيقولوا هناك إن هم حسموها قبل الرجال. ده حصل بعد ما حققوا الفوز على سبورتينج هويلفا بثلاث أهداف نظيفة ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري. بكده بيحققوا اللقب الثاني ليهم على التوالي دون التعرض لأي هزيمة في هذه البطولة اللي لسه هتنتهي بعد ثلاث جولات. الفريق وصل للنقطة رقم 78 بفرق 13 نقطة عن صاحبات المركز الثاني، وهم طبعا سيدات ريال مدريد. سيدات برشلونة حققوا أرقام في منتهى الأهمية، أهمها إن هم فازوا في 26 مباراة من إجمالي أو من أصل 26. الكلام ده كله في الموسم ده لوحده، وسجلوا 108 هدف ولم تهتز شباكهم سوى خمس مرات فقط. طبعا ده بالمقارنه بفريق الرجال في برشلونه، هنلاقي ان هم كمان متصدرين بيملكوا 11 نقطه في صداره الترتيب، يعني بفارقين ب 11 نقطه في صداره الترتيب عن اقرب منافسيهم، وطبعا ريال مدريد كالعاده وبيحتاج لثلاث انتصارات لحسم هذا اللقب لصالحه. كرة القدم النسائية أعتقد واخدة يعني في العالم حيز أفضل بكتير وابتدت تزيد أكتر. والله العظيم يا كريم لما تتفرج عليهم، أنا بتفرج طبعا مش بشكل يعني مستمر، بس بتفرج على ماتشاتهم، ماتشات حلوة جدا. بيلعبوا أحلى من يعني فريق أول في بعض الدول في الدوري عادي يعني. لا بيلعبوا أحسن من فرق كبيرة، أحسن من أندية كبيرة يعني بجد. فالقصة كلها من إمكانيات والتدريب والفكر الاحترافي، الفكر الاحترافي لايف ستايل، حاجات كتيره جدا بتفرق طبعا في اللعب، ملهاش علاقه قوي براجل وست. يمكن الثقافه زمان ما كانتش متقبله ده، لكن سنوات ماضيه عديده اثبتت عكس هذا الكلام. طبعا عندنا في الداخل لسه شويه، لكن خارجيا عندك على فكره مصريات كمان محترفات في انديه عالميه، يعني بنات محترفات عندنا في انديه عالميه وبيلعبوا كره قدم رائعه بشكل رائع جدا. ف خير ان شاء الله. بس هي بجد يلا خير لا بس انا مبسوطه طبعا، يعني من ان الواحد يشوف كده يعني طبعًا فعلا برضه فكره ان المراه بتخش مجال رياضي يمكن كان فيه احتقار شويه او كان حكر على الرجال بشكل كبير لسنوات عديده. اعتقد في تغيير دلوقتي بيحصل في ثقافه العالم كله. وبالمناسبه برضه انت بتقيس ده جماهيريا يا كريم، برضه بقى في الفتره الاخيره تحديدا لا بقى في اقبال شديد على مشاهده المباريات الخاصه بكره القدم النسائيه، فاعتقد دي برضه أو ده مؤشر جيد. نروح لمناسبة كمان هنا بنتكلم عن السيدات وهذا الملف اللي من امبارح كمان بنتحدث عنه بشكل تفصيلي، وكانت حاجة لطيفة جدا ولفتت نظر الجميع. يعني كانت طبعا في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز اللي بقالنا يومين بنتكلم عنها وحفل الختام اللي كان يوم 30، حاجة كانت لطيفة لأن كان في مشاركة لثلاث لاعبات أمهات، ثلاث لاعبات أمهات، وده كان غير معتاد في العموم يعني إنك تشوف حاجة زي كده. دي رسالة واضحة بإن تاني رياضة الجمباز أو أي رياضة كمان فكرة إنك تنافس ما تتوقفش عن سن معين. شاركت فيها خليني أقول لكم بطلة من أوزباكستان وهي أم لطفلين وعندها 48 سنة يا كريم. لعبة وهي لعبة شاركت في الأولمبياد 8 مرات قبل كده وما زالت تواصل العطاء وبتبهر الجميع باستمرارها كمان وإدارتها كلاعبة بتسعى دائما للمنافسة وإن هي تبقى متواجدة على منصات التتويج. عندك كمان لاعبة أخرى شاركت وهي موجودة عندها 38 سنة وهي برضو أم أعتقد طفلين حاجة زي كده، أم لطفلين وهي من اليونان وشاركت برضو في الأولمبياد قبل كده مرتين. وأخيرا عندك لاعبة كانت من بولندا وهي أم برضو لطفلين يا كريم بتبلغ من العمر 35 سنة يعني، وفازت بالمناسبة ما شاء الله. يعني لا حاجة جميلة فكرة مشاركة اللاعبات في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز. احنا بنتكلم عنها في القاهرة 2023، هذه البطولة العالمية أعتقد فيها نوع من الإلهام، فيها نوع من الرسائل الحلوة لجميع لاعبي الجمباز عامة، الشباب ولاعبات الجمباز الشباب، وعلى فكرة مش بس الجمباز، الرياضة في العموم. يعني فكرة إن كمان لو
بنتكلم عن المرأة هنا تحديدا، قدرة المرأة على يعني سميها بقى صنع معجزات، سميها على مواصلة العطاء، على تحقيق أحلام بغض النظر، بس فكرة ان هي ما فيش حاجة تمنعك يا كريم، ما فيش حاجة بتمنعك فكرة ان انت تبقى خلاص مش انت يعني. انا احب اشارك جدا لعلمك. ليه تسحبي مني حق المشاركة؟ تبقى ام يعني الشخص. بقول لك ايه، انت اول ام استشهدتي بيها كان عندها 48 سنة. 48 سنة فعلا، انت متخيل؟ بومباز. وام لثلاث اطفال، فيعني ما شاء الله حقيقي شيء مبهر والله العظيم. مفيش عوائق، مفيش عوائق، طول ما انت مفيش رول، في حاجات ما فيهاش قاعده، طول ما انت قادر على العطاء واثق ان انت تقدر هتحقق. يعني مفيش حاجه حد، ما ينفعش حد يجي يقول لك اصل انت كبرت، اصل انت مش عارف ايه، لا لا خلاص، ما حدش له دعوه بحد. اللي يقدر ان هو يكمل وعنده حلم وعنده ثقه ما يكمل، وادي الامثله كتيره والامثله على الارض في مجالات مختلفه. فالمهم ان محدش يخلي حد يحبط، هي دي النقطه، فكره ان انت تصدر الاحباط لغيرك، انت مش قادر تعمل خلاص اقعد، مالكش دعوه بغيرك بقى. فاعتقد ثلاث امثله رائعه جدا. التوجه عند ناس كتير قوي. انت هتقول لي مش عارف يوصل لك، فبدل ما يسعى يحاول ينزلك انت منك كالعاده بتحصل دايما. بس بتبقى ناس لطيفه بيني وبينك. على كل الاحوال احنا كده نكون انتهينا مع حضراتكم من الساعه الاولى، خلونا نطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل ضيوفنا في اولى فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأولى معانا النهاردة، وإحنا امبارح كنا اتكلمنا عن حصاد الألعاب الأخرى في الأهلي وإنجازات الفرق كمان المختلفة، هنتكلم كمان عن إنجازات بس على صعيد بقى المنتخبات وملفات أخرى كتيرة جدا. وأنا مبسوطة لأن الضيفتين اللي معانا زي ما كنت بنوه في بداية الحلقة هم كانوا في التيم معايا في دورة المتحدة لكرة القدم، الفريق النسائي الوحيد اللي شارك، الحمد لله فوزنا. ومعانا يعني أنا هعرفكم بيهم الأول، دينا نبيل طبعا ناقدة رياضية، ونانسي علي ناقدة أيضا الرياضية، ودينا كانت الكوتش بتاع الفريق وكانت هي اللي بتطلع اللعيبه وبتلعبنا. يعني صباح الفل نانسي ودينا، بجد منورنا النهارده. صباح الفل عليكم، ومبسوطه ان احنا يعني معاكم النهارده، وان شاء الله نبقى ضيوف خفاف كده. احنا اللي سعداء بوجودكم معانا. انا كنت فاكر ان دينا بس اللي كانت معاكي. لا نانسي كانت بتلعب ودينا كانت معانا، وهي اللي كانت الكابتن. كنا اول مره بنتكلم مع حضراتكم من شويه على كره القدم النسائيه، معانا اهو نموذج. انا ونهاوند كنا خط الهجوم بقى، كنا انا مش عارفه انا كنت ايه والله، انا كنت بلعب في الملعب كله، ادافع شويه جناح شويه. سمعت ان الهواند عملت شغل النهارده، مهارات فظيعه، مهارات دبل كيك وحركات والكلام ده، ولا دي اشاعات؟ لا جباره مهارات. لا جابها عاد احتراف اصلا، انا لسه بفكر بقى. سعداء بوجودكم منورنا، اهلا بيكم. وزي ما الهواند كانت بتقول من شويه، احنا عايزين نتكلم كمان شويه، نركز على الالعاب الاخرى، وخصوصا ان احنا اليومين دول وعلى مدار كمان الكام شهر اللي فاتوا في اكتر من بطوله كبيره اتنظمت في مصر، او حتى لو كانت خارج مصر فعندنا بعثات مصريه في رياضات مختلفه كانوا مشاركين. شايفين بشكل عام مشاركه المراه، المشاركه النسائيه في دنيا الرياضه بشكل عام عامله ازاي؟ وبعد كده ندخل بقى معاكم في تفاصيل البطولات دي. رايك انت ايه شخصيا؟ طبعا احنا الفتره اللي فاتت فعلا نظمنا عدد كبير من البطولات، ومش بس السنه دي، يعني احنا بقالنا سنوات يعني الدوله والمسؤولين في الدوله وزاره الشباب والرياضه مهتمه جدا بفكره التنظيم وفكره ان يكون في بطولات مصر تقدر تستضيفها، وده علشان نقدر ان احنا نمهد ان شاء الله ان احنا نستضيف الاولمبياد باذن الله. ونحن طبعا مقدمين ملف 2036 بالظبط لاستضافه الاولمبياد، وبالتالي نجاحك في استضافه عدد من البطولات خلال الفتره اللي فاتت ده طبعا تمهيد لاستضافه بطولات كبرى. بالنسبه للمشاركه النسائيه طبعا انا شايفه ان في نماذج كتير جدا خرجت للنور خلال السنوات اللي فاتت، وبقى في اهتمام كبير جدا باللاعبات او بالرياضه النسائيه بشكل عام في مصر. عندنا ميار شريف، عندنا هنا جوده، عندنا كمان على مستوى الالعاب الجماعيه بدا يظهر فرق بتنافس على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم. فيعني لا انا شايفه في اهتمام كبير جدا الفتره اللي فاتت. وعلى صعيد بقى على الصعيد العائلي، في كتير من الاسر ما بيفضلوش قوي ان بناتهم بصفه خاصه يمارسوا رياضه، وخصوصا رياضات من نوع معين تستدعي ارتداء ملابس بعينها. هل النقطه دي حصل فيها تغيير شفتوه لمستوه؟ يعني يمكن انا بشوف انه في الفتره الاخيره شويه اتغيرت الفكره دي، لان بقينا نشوف ناس لا بيلعبوا في بطولات، بيلعبوا في العاب شويه القتاليه مثلا، الاثقال، العاب المصارعه، الالعاب اللي زي دي شويه مش معتادين، ما كناش معتادين قوي نشوف بنات بيحققوا فيها انجازات، لكن ده شفناه مؤخرا. وبقينا لا بشوف ان الفكره اتغير كمان. بسنت حميده، مش عايزين ننسى بسنت حميده في العدو، احنا العدو ما كنا شويه بعاد عنه ما بنحققش فيه انجازات. بسنت بصراحه حطت مصر على التراك دوت، فكره ان احنا بنشوف بطله بتحقق سواء في دوره العاب البحر المتوسط انجازها طبعا. لسه على فكره بسنت عامله امبارح اول امبارح انجاز
جابت في بطوله الجائزه الكبرى لالعاب القوى جابت ميداليه فضيه وجابت برونز برده في 200 وفي 100 متر عدو. بشوف لا ان الفكر اتغير. وكمان لما بيكون الاعلام كمان بيسلط الضوء اكبر على الموضوع دوت بتلاقي الناس بتتفاعل معاه بشكل كبير وتعرف لا ان احنا لو والله هم مش داخلين اللي هم فور فان او لا ده في بيحاولوا انجازات وبيروحوا وبينافسوا العداءات اللي هم البطلات اللي هم الكبار في اللعبه او اللي بادئين اللعبه من قبلنا. حلو جدا. بصوا بقى اساس اي رياضي في الاول وفي الاخر او الحلم بتاعه بيكون الاولمبياد. لو احنا اتكلمنا في العموم على الالعاب او الرياضات المصريه المختلفه من وجهه نظركم ايه هي الرياضات اللي ممكن تكون يعني الارجح ان احنا هنشارك بيها بعدد كبير من ابطالنا الرياضيين في اولمبياد باريس ان شاء الله 2024؟ طبعا انا شايفه ان عوده رفع الاثقال هتكون ليها دور كبير جدا. عندنا ابطال كتير في رفع الاثقال وكان عندنا ميداليات بالفعل في الاولمبياد. طبعا ما شاركوش الاولمبياد اللي فاتت ولكن عندنا محمد ايهاب وساره سمير قدروا يحققوا ميداليات اولمبيه قبل كده. كمان السلاح انا شايفه ان هو بيسير على خطى ثابته بشكل كبير جدا. في تطور فعلا في الرياضه جدا دي عندنا. وكمان على مستوى الشباب بنطلع لعيبه لسه اجيال بتطلع. شفنا محمد ياسين قدر ان هو يتوج ببطوله العالم للشباب لاول مره في تاريخ مصر. ان شاء الله يقدر يحقق ميداليه اولمبيه على مستوى كمان السلاح على مستوى الفرق. انا شايفه ان احنا ان شاء الله نقدر ننافس على ميداليه في اولمبياد باريس. على مستوى برضو كره اليد انا شايفه ان دلوقتي قدرنا ان احنا نجيب مدرب عالمي طبعا خوان كارلوس يقدر ان شاء الله هو يعني التارجت ان احنا ان شاء الله نقدر نحقق اول ميداليه على مستوى الفرق الجمعيه في تاريخ الاولمبياد. فلا شايفه ان شاء الله ان الاولمبياد باريس هيكون فيها عدد اكبر. احمد الجندي كمان على مستوى الخماسي الحديث. فيعني شايفه إيه القصه بتقاس بايه من وجهه نظركم؟ يعني بتقاس بالكوادر الموجوده ولا بتقاس بالاعداد السابق للاولمبياد ولا بتقاس بالانفاق حجم الانفاق وتيسير الامور وتذليل العقبات ويعني والبرنامج اللي بيوضع للابطال؟ يعني ازاي نقدر ان احنا نقيس مدى نجاحنا وصولنا للاولمبياد وكمان مش بس وصولنا حصولنا على ميداليات؟ يعني انا بشوف ان هي بتبقى استراتيجيه كامله للاتحاد. الاتحاد بيبقى شكله ماشي ازاي مشاركته في بطولات العالم. طبعا البطولات الافريقيه او العربيه ما بتبقاش مقياس قوي لان بتبقى المنافسه فيها مش قويه قوي. بالزبط. لكن مثلا لما يكون لاعب راح يعني الخماسي الحديث بالمناسبه هو لسه محقق ميداليتين لسلمى ايمن ومهند في بطوله كاس العالم اللي كانت بتقام في المجر على مدار الايام الماضيه. فالخماسي كل بطوله كاس عالم بيحقق مثلا ميدالي. فده الاتحاد ماشي بخطه بينفق فعلا زي ما انت قلتي يا نهاوند. عنده عامل اعداد كويس للاعبين في برنامج بيطلعهم معسكرات كل ده يعني خلاص انا بشوف ان الاولمبيات اللي فاتت خلصت خلاص ده ملف واتقفل. الاولمبيات اللي بعدها لازم بيبدا الاعداد ليه من اول ما بتخلص الاولمبيات. المفروض ده بيحصل. ففي اتحادات فعلا بتعمل كده وفي اتحادات لا تستنى بقى للفتره الاخيره تستنى مثلا بقى لو زي دلوقتي لو فاضل سنه مثلا او فاضل يعني سنه وشويه وتبتدي بقى تفكر طب احنا مين عندنا طب مين اكتر حد مؤهل ان احنا نصرف عليه تجيب لاعبين معينين هي شايفه من وجهه نظرها ان دول اللي نصرف عليهم او الاقرب. مع ان ده انا بشوف انه مش صح. يعني انا بشوف انه مش صح ليه؟ لان انت ممكن لاعب يعني تظبط معاه ويجيب ميداليه ويحققه وما كانش في الحسبان وده حصل على فكره بالمناسبه في اولمبياد سابقه يعني بالظبط. فانا بشوف انه لا يعني كل الاتحاد لازم يبقى عنده استراتيجيه خاصه بيه هو للاعداد وتبدا من 3-4 سنين. هو ده على فكره البلاد اللي هي زي امريكا واستراليا والدول اللي بتروح تجيب تعد بالميداليات كتير قوي والصين الدول دي بتبقى عندها استراتيجيه بعيده المدى ما بستناش ان انا قبلها بسنتين ثلاثه ان انا افكر. طب احنا عندنا نفس الاستراتيجيه بعيده المدى ولا مش قوي؟ مش كل الاتحادات بالظبط. يعني بعض الاتحادات عندها الموضوع دوت وفي اتحادات تانية لا بتفكر يلا كده احنا بطولتنا ومثلا عندنا بطوله ربنا يكرمنا بقى بالظبط كده يلا يا جماعه يلا. في العاب رقميه كمان يعني في العاب رقميه زي العدو وزي السباحه دي العاب رقميه. يعني انت عارف انت رايح تجيب ميداليه ولا لا متاكد 100% هتحقق الرقم ده ولا لا. كذلك العاب القوى ممكن تطبق عليها بسنت حميده مثلا هي مثلا بتحقق رقم معين لو اشتغلت عليه مثلا تقدر تنافس على ميداليه وتبقى متاكده انها رايحه تجيب ميداليه. السباحه نفس الكلام. في العاب بتبقى انت واثق انك رايح تجيب. احنا مش متفوقين قوي في الالعاب دي على مستوى يعني عالميا ولكن في العاب بقى زي ما بقول لك السلاح او كره اليد او كده دي بتبقى حسب المنافسات وحسب حاله اللاعب في المنافسات. السؤال ده ايه؟ ان احنا من زمان وعلى صعيد الدورات الاولمبيه بصفه خاصه يعني تعالي نقف عند البطولات دي بالتحديد اللي هي الدورات الاولمبيه
مش بحس ابدا ان احنا في اي مشاركه اولمبيه لينا قبل كده على اي صعيد على اي رياضه ما بنجيبش كم الميداليات اللي المتوقع ان احنا نجيبه او المفروض ان احنا نجيبه بما يتماشى مثلا في الفتره الاخيره مع الطفره اللي حصلت في الحياه الرياضيه بشكل عام، بما يتماشى مع مطالبات كل المصريين ان احنا دوله تعدادنا اكثر من 105 ولا 110 مليون، يعني المفروض القطاع الرياضي ده يفرز ابطال مستقبليين كل سنه. فمش بيحصل قوي ليه؟ المشكله ان المنافسه في افريقيا بعيده قوي عن المنافسه عالميا، فانت في ناس بتقيس الاتحاد ده مثلا ان هو ده بطل افريقيا فبالتالي ممكن يروح يجيب ميداليه اولمبيه، في جاب حاصله بين افريقيا والاولمبياد، لا في يا جماعه في النص بطولات عالم وفي انت بتنافس ابطال عالم مش بتنافس ابطال على مستوى افريقيا، ففي اتحادات متفوقه افريقيا وفي اتحادات بدات تخش على التراك العالمي وبالتالي هي دي الاتحادات اللي تقدر ان هي تنافس اولمبيا على مستوى الاولمبياد، وزي ما بقول لحضرتك في العاب رقميه فانت لو اشتغلت على رقم اللاعب ده فانت هتبقى واثق ان هو رايح يجيب ميداليه اولمبيه، زي برضو رفع الاثقال لعبه أي. انت عارف ان هو ده بيشيل وزن كذا الوزن ده هو يقدر يجيب فيه ميداليه، لكن في العاب بقى انت يعني حسب الحاله حاله الفريق مثلا لو لعبه جماعيه حاله الفريق في اليوم ده في المنافسه دي في المباراه دي لو حالته كويسة وماشي بشكل كويس هيقدر يحقق، ممكن احنا شفنا كرة اليد كانت قريبة جدا في اولمبياد طوكيو من ميدالية اولمبية وقدرنا نوصل للمربع الذهبي، ولكن حالة الفريق في المربع الذهبي ما قدرش ان هو يعدي الخطوة بتاعة المربع الذهبي. طب انا معلش قبل ما نسيب ملف الاولمبياد لان ده ملف مهم جدا طبعا، في كام نقطة عايزة اتناقش معاكم فيها برضو من المشاكل مش اللي احنا بنقولها لا من الابطالنا طبعا نستضيفهم انا وكريم وده عن لسانهم، يجي الابطال الاولمبيين بتوعنا يتكلموا عن مشاكل في التمويل يعني فكره ان انا كاتحاد الاتحاد بتاعي مش بيصرف عليا الصرف المستحق، دي نقطه. بعد كده يقول لك في حاجات انا بصرف على عليها من جيبي يعني معسكرات او غيره انا بصرف كبطل وانا امكانياتي لا تسمح، فدي نقطه مهمه جدا. تاني حاجه بعض العقوبات لا يتم تذليلها من قبل برضو الاتحادات، بمعنى في للاسف تعارض كبير بيجي ما بين مثلا الدراسه والمعسكرات والتدريبات والحاجات اللي زي كده، وده المفروض يتم بالتنسيق بين وزاره الشباب والرياضه بين الاتحاد بين وزاره التعليم مش بتتم بالشكل الكافي اللي تسمح ان هي تدي فرصه للابطال بتوعنا ان هم يحصلوا على الاجازه او على الفتره اللي تسمح لهم ان هم يكونوا في غياب عن فتره دراسيه او عن امتحانات معينه، لحد دلوقتي دي مشكله قائمه. الحاجه الثالثه فكره برضو المعسكرات اللي بتتم بشكل نموذجي وبشكل مجدول بشكل كبير علشان اقدر بعد كده اقول انا قبل الاولمبياد وديت الفهم يا كريم قصدي وديت المعسكر المنتخب بتاعي او الفريق بتاعي معسكر واثنين وثلاثه وعملوا تنافسيه مع فرقه واثنين وثلاثه فبقى عندهم من الخبره اللي تؤهلهم زي ما كنت بتقولي عالميا ينافسوا، لان تاني انا ممكن اقعد اعمل معسكرات في الداخل وانا بقى في حته والاولمبياد في حته ثانيه، فدي نقاط مهمه جدا. وبالذات النقطه الاولى دي كمان اللي كلمت عنها نهاوند ان بيبقى عندك ابطال تقريبا بدون اي شكل من اشكال الدعم وبدون اي امكانيات تذكر وبيحققوا زي البلياردو بالمناسبه امال لو وفرنا لهم الـ يعني الدعم ده هينتج عن ده ايه؟ يعني انا بشوف ان يعني نهاوند اتكلمت في النقطه بتاعت الرعايه دي تحديدا اللي هي اول نقطه اتكلمت فيها، انا بشوف ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان انا بستنى البطل يعمل انجاز وابتدي الناس تتكلم عنه وبعدين اروح انا كراعي اروح اتعاقد معاه. طب ليه اصلا انت من الاول كدورك كشركه راعيه مش بيكونش اكتشاف اصلا المواهب الصغيره في صناعه البطل بالظبط تصنع البطل؟ ما هو ده دورك، يعني هو دورك ان انت تصنع بطل مش تستنى. يعني مثلا بسنت حميده بعد ما حققت انجازها في دوره العاب البحر المتوسط ابتدت الناس كلها تتكلم عنها فبالتالي راحت الشركات الراعيه تبتدي تلتفت ان في بنت والله بتحقق انجاز. طب ليه انا اصلا ما ابداش من تحت او ما ابداش ان انا مثلا اتبنى ان انا مثلا ماسك اتحاد مثلا السلاح او اتحاد زي الخماس او اتحادات يعني مش يعني انا بقول اي مثلا الاتحادات اللي ما عندهاش رعاه ملاكمه اي حاجه واشوف دول ان انا دوري كشركه راعي ان انا اشوف مين الموهوب عند يعني وهو صغير مع بالتنسيق مع الاتحاد وابتدي اتبناهم واصرف عليهم واصرف على معسكراتهم عشان اطور من موهبتهم ويبتدوا ان هم يبقوا قادرين على المنافسه، ما استناش البطل يحقق انجاز او يجيب مثلا ميداليه بجهود ذاتيه او جهود اسرته بالظبط واجي بعد كده اخد انا على الجاهز بقى ان انا تعالى رعاك ومش عارف ايه. تمام ان انتم مهتمين كرعاه بس حلو ان احنا نبدا من تحت اكتر، ده انا بشوف كده ده بخصوص ازمه الرعايه. والاتحاد عليه برضو ان هو فاهمه يحاول ان يسوق. طبعا انا عارفه بالظبط انا عارفه ان هي بتبقى امكانيات وكل طبعاً. اتحاد ليه بادجت معين بس برضو انا دوري كاتحاد ان انا اخلق الفرص انا احاول ان انا اجد طرق يعني لان في النهايه الاتحاد هو اللي عارف امكانيات اللعيبه الناشئين دي محدش يعني دي. انا كراعي مش هروح اتفرج على مسابقات ناشئين في كل الالعاب الفرديه مثلا لكن انا كاتحاد عارف ان اللعيب ده مثلا عنده 15 سنه انا
شايف ان ده موهوب وهيقدر مثلا بعد 10 سنين هو ينافس على ميداليه اولمبيه او ميداليه عالميه، بالتالي انا ابتدي انور الحته دي عند الراعي، يعني عند الرعاة، اقول له اللاعب ده بص عليه كده، اللاعب ده هيبقى بطل عالم، هيبقى بطل اولمبي، فبالتالي انت ممكن تبدا من دلوقتي معاه. فانا شايفه ان دي نقطه مهمه جدا، ان كل اتحاد لازم بالتنسيق مع الرعاة، لان انا شايفه دلوقتي برضو ان في تقدم طبعا، يعني ما نقدرش ننفيه ان قبل كده من 5 6 سنين كانت اللعيبه فعلا ما كانش فيه رعاة اصلا على الساحه، يعني فعلا حرفيا ما كانش فيه اي لاعب، حتى اللعيبه النجوم او اللي بتحقق ما كانش عندهم رعاة، كانوا برضو بيصرفوا على نفسهم وكده. للاسف لكن دلوقتي بقى ظهر رعاة وظهر شركات بدات ترعى مواهب، فبالتالي انا استغل ده في ان انا مش استنى فعلا ان اللاعب يحقق ميداليه او يحقق انجازه وبالتالي ارعاه، لا كل اتحاد المفروض يعني يطلع 2 أو 3 كوادر يقول اللاعب ده انا عايزه هيبقى بطل اولمبي بعد 10 سنين انا عايز استثمر فيه، انا عايز ابدا ارعاه من دلوقتي، يطلع معسكرات ويطلع بطولات عالم وهو يعني عامل اعداد كويس جدا، ان هو من دلوقتي يعرف يعني ايه بطوله ويعني ايه منافسه عالميه. فده يبدا فعلا من تحت عن طريق الاتحادات، الراعي برضو مش هيبقى عارف ان اللاعب ده هو الكلام ده. ما انا معاكي، هو مش مهم مين يجيب، بس المهم يبقى في صرف في الاخر، يعني لان ده كمان بيتماشى مع فكره او طبعا المبادره اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه اللي هي فكره صناعه البطل الاولمبي. فانا لما دلوقتي اروح وادور على الابطال بتوعنا في القرى الفقيره والاماكن الاقل حظا وغيره واجيبهم، طب بعد ما جبتهم بقى ازاي هرعاهم اصلا؟ فالقصه لازم يبقى جهات مختلفه بتشارك فيها، ما ينفعش جهه واحده. اتمنى اكيد الثقافه تتغير شويه. شفتوا بقى ماتش امبارح بين سيدات الطايره في النادي الاهلي وسيدات الزمالك؟ اكيد طبعا كان ماتش، هو كان ماتش قوي جدا طبعا. انا كنت اتمنى ظهور الاهلي يعني شويه يبقى على غرار ظهوره في الدوري، ان الاهلي في الدوري كان عمل 3 ماتشات يعني هايلين، بس انا يعني ان شاء الله بشوف ان هو النهارده المفروض المباراه الثانيه من البيست اوف 3، فالمفروض ان المباراه انا اعتقد ان هي تبقى قويه جدا جدا. الاهلي طبعا هو حامل اللقب، يستطيع طبعا الحفاظ على البطوله، خصوصا انه الاهلي ماشي من اول موسم بشكل كويس، يعني سيدات الاهلي كسبوا بطوله السوبر، كاس السوبر، وبعدين خدوا الدوري بعد منافسه، طبعا المنافسه غير اي موسم السنه دي طبعا، مش عايز اقول من طرف واحد كانت المنافسات الموسم اللي فات، بس كان الاهلي هو الطرف دايما الاقوى اللي هو مسيطر على كل البطولات، نتكلم في 28 سنه متتاليه الاهلي كان مسيطر على الدوري. ف انت فاهمه بقى 28 سنه عشان يعني بس ايه 28 موسم رقم، نيجي نقول ملوك الصالات يا جماعه يعني نبقى يعني عن ارقام بس دي وتحديدا فريق الطايره سيدات ده بشوفه انجح فريق لعبه جماعيه في نسائية. نسائي يعني فريق ناجح جدا، فاتوقع ان هو النهارده الاهلي يعني يظهر بشكل افضل من امبارح. المنافسه زي ما قلت مختلفه تماما عن اي موسم فات، بس سيدات الاهلي يعني قادرين ان هم يحتفظوا باللقب. طيب انا لا اتفضلي نانسي. انا بس شايفه ان هم يمكن خساره الرجال للقب الكاس قبلها بيوم حط عليهم ضغط كبير جدا. يعني انا كنت حاسه امبارح ان الفريق اكيد وده منطقي، يعني كان الموضوع ذهني اكتر منه فني. يعني حقيقي انا حسيت ان مباراه امبارح ان اللعيبه ذهنيا بتلعب تحت ضغط كبير جدا، اصل فعلا الحاجات دي بتفرق طبعا طبعا. هم محطوطين تحت ضغط ان انت صعب جدا انك تخسر بطوله، يعني لان الطايره كمان في النادي الاهلي مسيطره زي ما دينا قالت بقى لها سنوات طويله جدا ما فيش منافسه، يعني فبالتالي السنه دي كان في منافسه كبيره جدا على مستوى الرجال، فبالتالي كان في ضغط كبير جدا على اللاعبات امبارح. يعني اتمنى ان النهارده الضغط ده يتشال، لو اللعيبه ظهرت بمستواها المعهود هيكون يعني هتكون مباراه اقوى بكتير من مباراه امبارح. طيب بصوا عايزه اتكلم معاكم برضو في فكره هنا قاعده الناشئين للرياضات المختلفه. دايما نتكلم عن قاعده الناشئين اللي هي الاساس اللي بتبني عليه بعد كده، ومدى نجاح قاعده الناشئين تقدر بعد كده مش تطمن على النادي الفلاني، تطمن على مستقبل الرياضه المصريه في الرياضه دي تحديدا. بالنسبه لقاعده الناشئين في الرياضات المختلفه، طبعا انتم متابعين هذه الملفات كمان الالعاب الاخرى، ايه اكتر رياضه تقدر تقول انا عندي مصنع اقدر ان انا اطلع منه ابطال ومش هبقى بعتمد قوي فيه على الصفقات او على يعني اللي هي فكره ان انا اجيب لاعبين من بره او حتى خبرات اجنبيه في التدريب؟ مين الرياضات دي او مين من الرياضات دي؟ هو موضوع الخبرات الاجنبيه في التدريب دي انا بشوفه مهم، يعني هو مش حاجه حتى هذه اللحظه ما فيش نقدر نقول كادر محلي في يعني طبعا في مدربين مصريين طبعا قادرين على ده، لكن ان انت تستعيني بخبراء من دول مثلا متقدمه اكتر منك في الرياضه دي انا شايفه ان هي حاجه ما تعبناش يعني او ما تقللش من قدر الاتحاد، لكن بالتاكيد عندنا كوادر طبعا في التدريب انت بتستفيدي فقط بس من
الخبرات الاجنبيه ولكن بتطلعي كوادر في نفس الوقت، يعني الاثنين بالتوازي مع بعض. انا زي ما قلت في البدايه، يعني انا شايفه ان انجح اتحادات بتقدر تشتغل على قاعده الناشئين اتحاد السلاح واتحاد الخماسي الحديث واتحاد كره اليد. كل دي طبعا احنا عندنا ابطال يعني واخدين بطوله العالم للناشئين في اليد، واخدين ثالث عالم في الشباب كمان زي ما قلت. محمد ياسين على مستوى السلاح ده ان هو يتوج باول ذهبيه في تاريخ مصر في بطولات العالم. كمان الخماسي الحديث احمد الجندي بالمناسبه يعني لاعب لسه صاعد اصلا من مرحله الناشئين، وده ان هو يحقق ميداليه اولمبيه. انا بشوف ان دول يعني انجح اتحادات في الوقت الحالي، ماشيه بخطى ثابته وقادره ان هي يعني تنافس عالميا من تحت، مش وايه الاتحادات يا دينا اللي شايفه لا لسه عايزه شغل كتير عشان نتكلم عن ان القاعده بتاعه الناشئين تبقى يعني زي ما اتقال بالقوه اللي تسمح لي بعد كده يبقى عندي فريق اول قوي او منتخب قوي؟ يعني ممكن الاتحادات، في اتحادات شويه بحس ان هم يعني احنا عندنا نقدر نحقق اكتر. يعني مثلا بشوف طبعا انجاز ميار شريف انجاز كبير جدا هي تقدر تحققه، بس بشوف ان هو انجاز اكتر فردي لان هي البنت راحت هي سافرت بره في اسبانيا ودربت، فالاتحاد بشوف ان هو ملوش دور قوي في نجاحها يعني. صحيح. بس احنا محتاجين اكتر للتنس طالما احنا عندنا مواهب كده زي ميار شريف، طب ليه ما اهتمش بقاعده الناشئين في التنس اكتر خصوصا اللعبه الاولمبيه؟ يعني مش مثلا بقول سكواش عشان مثلا لما بنتكلم على سكواش فتلاقي ناس تقول لك يا ستي مش لعبه اولمبيه. لما بتكلم ان هي عندنا قاعده ناشئين كبيره في السكواش في كل الانديه فيقولوا لي بس هي مش لعبه اولمبيه. طب احنا عندنا التنس اهو والناس بتهتم بيه وعندنا والله وبنقدر نروح، وميار هي متقدمه في التصنيف وهنشوفها في ال 40 في ال 40 لاعبه الافضل الاوائل في التصنيف. طب ما نهتم بقاعده الناشئين. هو بالمناسبه احنا افريقيا بنحقق نجاحات على فكره، يعني احنا لسه جايبين بطوله افريقيا تحت 16 سنه كانت في يعني سواء للولاد او للبنات احنا فوزنا بيهم، كانت بطوله بتقام في الجزائر لسه من خلال ايام. لكن انا محتاجه اكتر بقى ان انا اطلع المنافسه العالميه، مش هقدر ان انا بفكر ان انا مش عايزين تمثيل مشرف بقى يعني خلاص يعني بالظبط. ده انا قضيت عمر كامل بدفع عباره شباب كريم كله كان تمثيل مشرف يعني عمر كامل سنين تعزي واحنا بنقول تمثيل مشرف صحيح والله. بالمناسبه زي ما كلنا ملاحظين ان في اخر كام سنه في مشاركه ملحوظه، مشاركه نسائيه في الرياضات المختلفه بشكل كبير، لاحظنا كمان زياده نسبه واعداد الناقدات الرياضيات، الصحفيات الرياضيات، يعني الاعلاميات في اتحاد نسائي او نسوي اجازه التعبير للعالم ده اللي كانوا بعيد عنه قوي لسنين طويله. فانا عايز اعرف يعني بصفه شخصيه منكم انتوا الاثنين دخلتوا من المجال ده ازاي؟ بناء على ايه خلفيه اقتحامكم لهذا المجال؟ ابتدي بيك يا دي. انا يعني من انا اساسا يعني دراستي كليه اداب قسم لغه عبريه، بس يعني الصحافه وحب الرياضه اصلا كان من وانا في الكليه مهتمه بالماتشات حتى بالكوره، انا كنت حتى بهتم بالكوره مش الالعاب الاخرى فكنت بتابع الماتشات واروح الاستاد ونشجع وكده. فابتدى حب اللي انا ايه ده، طب ليه ما ابداش فكره ان انا اكتب كمان مش اللي هو متابعه بس. يعني طبعا كان الوقت خلاص بقى عدى ان انا ابتدي امارس رياضه كره القدم او حاجه، بس بدات طبعا كان الكلام ده في 2012 بدات فكره ان انا انزل واعمل حوارات واشوف الابطال. كمان بعد كده 2015 تحديدا استهوتني فكره الالعاب اللي ما حدش مهتم بيها قوي اللي هي زي السكواش وال مش عايز اقول الهاند بول والحاجات دي وقتها السكواش وقتها وقتها 2015 فعلا ما كانش حد مهتم قوي بيه، ما حدش بيكتب عنه كتير. فابتديت استهوتني فكره طب ليه الالعاب دي ما حدش قوي بيسلط عليها الضوء ما نهتم بيها بجانب طبعا متابعه الكوره يعني. فواحده واحده ابتدينا نخش ان احنا طب ما ننزل مثلا بطولات نشوف السلاح بيعملوا ايه، طب نشوف الخماسي طب ايه ده في مش عارفه لعبه ايه المصارعه عندهم مشاكل فنكتب عن المشكله بتواجههم. فابتدت واحده واحده ان احنا لا خلاص يعني دخلنا في الرياضه العاب. وانت ابتديتي الحكايه ازاي؟ انا اصلا كنت بلعب هاندبول في نادي طيران منتخب مصر. وانا اصلا عندي اخين كبار، فاحنا يعني حياتنا في البيت كان التلفزيون على طول شغال، اي ماتش شغال بقى، اي حاجه فيها كوره مثلا تنس فولي هاندبول اي حاجه. فيعني متهيألي اي طفل بيتسال عايز تطلع ايه يقول دكتور مهندس، انا كنت بقول عايز اطلع صحفيه رياضيه من وانا صغيره. يعني انا حاسه ان انا عايزه انزل الملاعب واغطي وكمان عشان انا كنت بلعب فانا حاسه بمعاناه اللي بيلعبوا يعني اي لعبه غير كره القدم. ما كانش فيه اهتمام زمان خالص بالموضوع، فكان هدفي برضو ان انا لما يعني اشتغل ان شاء الله في المجال ان انا اغطي الالعاب دي علشان ابتدي اظهر المواهب دي او اظهر الناس اللي بتتعب دي قد ايه للراي العام يعني. وكنتوا بتتعاملوا ازاي مع مش هقول انتقادات بس بعض
التشككات اللي كانت موجوده، لو انتوا ايه اللي دخلكم المجال الرياضي، طب ما تروحوا الموضه، حاجات زي كده. يعني كلنا كنا بنسمع حاجات. انا اول ما اشتغلت مذيعه كنت بقى سياسه، كنت بسمع طب نهاوند تعملي فقره فاشن مثلا، قلت لهم ايه فقره فاشن؟ ايه الجو ده؟ هو دي فيني كده، دي فيني كده. ودخلت مجال السياسه الحمد لله ونجحت جدا. يعني بس لازم يبقى في تشكك في الاول. فايه بقى يعني كنت بتردوا ازاي على ده؟ هي معاناه طبعا، يعني بالذات في مجال الرياضه. يعني ممكن في السياسه انا بحس ان الموضوع ممكن يبقى اسهل شويه. يعني ممكن كمان تتقبل يعني في الفن اسهل حاجه دي في الفن. رغم ان زمان برضو ما كانش، بس قدرنا ان احنا نفرض نفسنا. لكن الرياضه حتى لحد دلوقتي يعني انا بشوف الناس بتستغرب قوي، يعني انت ليه موجوده في ملعب؟ والتعامل اصلا مع كره القدم تحديدا مع الفئه دي مش اسهل حاجه خالص. فبالتالي ان انت موجوده في الاستاد وبتنزلي وتروحي للعيبه وتروحي التدريبات، ويعني الفكره نفسها ان البنت تقدر انها تعمل ده ما كانتش موجوده. كانوا بيشوفوا ان لا يعني دي شغلانه كانت وقتها في اول كان بيضايق. على فكره الكوره بدايتنا كان بيضايق، بس دلوقتي خلاص بقى يعني تعودنا. يعني بقى في سيطره، يعني احنا مسيطرين فبقى الرجاله يعني احنا اللي بقينا بنستغرب ايه ده انت بتعمل ايه في الملعب. والله ده صح. اصعب واغرب المواقف اللي عديتوا بيها في ماتش كنتوا بتحضروا فعاليات وفي افتتاح بطوله كنتوا حاضرين فيها، يعني الطف واغرب المواقف اللي مريتوا بيها عموما كانت عامله ازاي؟ يعني انا مش فاكره، يعني مش فاكره حاجه. ما حضرتيش مره مثلا ماتش من الماتشات كان فيه احداث شغب زي اللي كنا بنتكلم عنها من شويه في الماتش بتاع الرجاء وال لا في ماتش احداث شغب زي ماتش الرجاء لا ما حصليش. بس ساعات في مثلا بيحصل ان هو يبقى في مثلا لا ده الدخول مش عارفه من باب يعني يتاخر على الماتش بسبب انه لا ده الدخول من الباب اللي فات الباب اللي راح. الحاجات العاديه يعني. الحاجات العاديه قوي، انما حدث فظيع مع ان احنا سيبنا بره مصر. لا اتعرضت يعني انا ما فيش ماتش تقريبا رحت ما كانش فيه احداث يعني لازم. بس انا بستمتع قوي يعني، حتى يعني بمناسبه بقى البنت والولد، يعني كان بيبقى معايا مثلا حد زميلي مثلا يقول لي تعالي طب نستخبى ورا، يعني مثلا لو في احداث او كده اقول له لا انا هقف اصور يعني كده. شوف لا بص في جرح هو بيستخبى وانا بقف اصور. فلا لا يعني بيحصل مواقف طبعا كتير جدا بتبقى في وقتها مرعبه طبعا، لكن بعد كده لما بتفتكرها بتحس ان انت لا يعني وصلت رسالتك. حلو جدا. بس هو الوقت بيجري، بس يعني حابه برضه انا وكريم نروح معاكم لكام نقطه سريعا جدا. لو جينا اتكلمنا وقارنا شويه الصحافه الرياضيه بما ان احنا فتحنا الملف ده داخليا وعالميا، في طبعا هنقول يعني لا هم سابقين شويه في فكره دخول المراه وتغطيتها للمباريات وغيره، هل احنا نقدر نقول برضو ان احنا في الخطى ده؟ يعني ممكن نشوف بعد كده مراسلات موجودين بيغطوا عالميا بيروحوا مع الفرق المختلفه، ولا لسه في الثقافه دي وانتوا ادرى طبعا مش موجوده قوي او بيخافوا على البنات اكتر؟ خليني اعرف. يعني هي احسن من قبل كده، يعني قبل كده طبعا الموضوع كان اصعب شويه زي ما قلت، كانت الفكره نفسها مش مقبوله مرفوضه اصلا يعني يعني في استغراب شويه ان ليه كده. لكن انا بشوف ان في حاجات برده ممكن تسهل الموضوع اكتر. فكره مثلا لو واحده بتشتغل في المجال ده مثلا وام مثلا عندها اطفال مثلا، فانت ممكن تساعدها ازاي ان هي تعمل ده؟ يعني ممكن انت تساعدها ازاي ان هي تعمل ده؟ يعني انا بشوف ان انا مثلا ام بعاني في الموضوع ده شويه، ان انت ممكن تساعدني ازاي ان انا اعرف اوازن بين ده وده، ان انت ازاي تقدر ان انا معايا طفل مثلا. واحنا بنشوف عالميا ان هي مثلا بتاخد معاها ابنها وتبقى شايلاه وهي بتغطي كمان في مجلس النواب على خبر يعني يستحق التامل. وامهات بيمارسوا رياضه الجمباز بتفوق وعندها واحده بتقول كان 48 سنه و 48 سنه باص في القاهره صح. احنا عندنا الموضوع ده مش سهل قوي، لان مثلا ممكن يقول لك ايه لا ممنوع تدخلي بطفل مثلا تغطي الحدث ده او تخشي المكان ده بطفل او. فانا حاسه ان لو ده اتسهل شويه لا الموضوع هيبقى سهل. يعني انا بتكلم عن معاناه شخصيه دلوقتي. انت ابنك كان معانا في المباراه. أيوة. انا بحب اخده معايا بقى يعني فساعدوني بقى ان انا فرحك بيه وبارك يا رب. جميل. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي استجدت في حياتنا في اخر كام سنه، وبطبيعه الحال اي مستجد بيبقى له انعكاسات ما بين لطيفه وما بين مش لطيفه، انا بكلمكم عن السوشيال ميديا. الى اي درجه شايفين ان السوشيال ميديا افادت الرياضه، وخصوصا من زاويتكم كناقدات؟ تمام، افادت في ايه واضرت في ايه؟ انا بشوف ان هي يعني سلاح ذو حدين. في اوقات بتحرك مثلا لحاجه معينه او بتحرك الراي العام لحاجه معينه، ده شفناه حتى مش في رياضه بس، مثلا ممكن قضيه مثلا او حاجه عاديه طبعا. ممكن السوشيال ميديا بسبب الناس والشير تحولها لقضيه راي عام تحولها لقضيه راي عام ويتاخد قرار فيها، فده
احيانا بحس ان هي ساعتها بتبقى فعلا بجد مفيده جدا. أوكي. في وقت تاني بيبقى الموضوع انا بشوف ان هو في ناس بتستغلها استغلال سيء احيانا، في فزلكه بقى بالظبط، او مثلا ممكن واحد يعني خلاص بقى هو واحد قاعد ورا الكيبورد فانت مش شايفه، فلو ممكن واحد يدخل مثلا يعترض مثلا على حد، يشتم اي حد او بتاعه ومحدش شايف، محدش عارف يوصل له. فبشوف ان هي ليها فوائد وليها اضرار. ان احنا نقدر بقى يعني نخليها ليها فوائد بس، ده لا ما اعتقدش. زي ما قلت هي عالم مفتوح، فكل حد بيكتب اللي هو عاوزه، فنقدر احنا نقدر نحكمها، دي شويه صعب بحس يعني. هو مش هنقدر نحكمها، بس في الاول في الاخر لازم يبقى في توعيه او تثقيف، لان في بعض الاوقات بياخدوا مثلا خبر لاي موقع ما ويحطوا كده فيك يعني فيك نيوز وينزلوه، ناس تعمل شير من غير ما تتاكد، فده مش صح، وفي نفس الوقت بيعمل لخبطه وبيعمل قلق في الشارع حسب بقى الخبر اللي هم نازلينه ريليتد لايه. فلا في دي نقطه، والنقطه الثانيه في جهل غير عادي من بعض الامور. لما تيجي مثلا تشوف كومنتس بتقيس مدى معيار الجهل في القضيه دي، يعني اوقات الواحد بقرا حاجات يعني هو احنا بجد عندنا مستوى جهل؟ يعني ما بتكلمش في الداخل، يعني ممكن الناس تبقى معلقه على فكره من دول مختلفه، بس تحسي مقدار الجهل رائع يعني مش ممكن، ايه عالي قوي في حته بعيده، تحزني تحزني من التفكير، من الثقافه، من العقول اللي موجوده عايشه ما بينك. يعني برضو يعني زي ما انت قلتي ليها فايده لكذا نوع وليها كوارث. توعيه مهمه طبعا، يعني انا بشوف ان توعيه مهمه، فكره ان هو انت السوشيال ميديا دي معموله عشان خاطر تستفيد، تعرف اخبار، تعرف دلوقتي زي ما بنقول انا اقول ما حدش بيقرا جرايد، خلاص ما حدش بقى يشتري، يروح يشتري عندنا الجرايد نفسها، بقاش في جرايد اصلا. فعلا دي حقيقه. السوشيال ميديا بقت مهمه جدا، ان انا اعرف اصحى الصبح خلاص عرفت كل حاجه حصلت، حتى لو انا في حاجه فاتتني مثلا وانا نايمه او حاجه، فهوصل لكل حاجه. فالمفروض ان ديت تبقى هي ده اللي يبقى الغرض الاساسي من السوشيال ميديا، ان انا اشارك مثلا برايي في حاجه، ان انا اقول مثلا، انما فكره في ناس زي ما انت قلتي انا هوند بيقولوا مثلا رايهم في قضيه هو اساسا عن جهل شديد جدا، هو مش متابع اصلا ايه دوت، او مش متابع مثلا القضيه يعني الابعاد الموضوع كله. فيعني نتمنى ما نشوفش كده. اكيد ده بيؤثر على شغلكم كصحفيات برضو، يعني اكيد بتخشوا في مشاكل كتيره جدا فيها. طبعا لسه لو جينا واحنا جايين كنا بنتكلم عن برضو في بعض الصفحات مثلا بتبقى يعني بيدفع لها فلوس مثلا او كده عشان تعمل اخبار، فبالتالي ده بيأثر علينا مثلا، ان ممكن حد يجي عندك انت في الشغل يقول لك الخبر ده ليه مش عندنا على صفحه مثلا مجهوله اساسا. فبقت السوشيال ميديا يعني لا مش السوشيال ميديا هي اللي تحرك الصحافه او هي اللي تحرك الميديا كمان، ان انت مطلوب منك تحري المصداقيه اللي ورا الخبر. بالظبط، انا ممكن امشي ورا الخبر ممكن بالظبط، ممكن يبقى في خبر نازل على صفحه حقيقي، بس انا لازم اتاكد منه ولازم امشي ورا الخبر، مش امشي ورا الصفحه اللي ممكن تكون منزله الخبر ده لاي غرض. لان انا لسه بقول لك برده ان السوشيال ميديا دي فتنه، انا بشوفها برده فتنه، ممكن تعمل فتنه بين دول وعلى مستوى الرياضه كمان دلوقتي ممكن يحصل بسبب احتقال او مشجع دخل شتم مشجع على بيج، تلاقي حرب بين البلدين او حرب في ماتش او مشاكل في مباراه بسبب كومنت مثلا واحد دخل. ما بالك خبر بصي بيعمل ايه، في بقى فيك يعني اكونتس، يعني انا ما شاء الله عندي بيج على الفيسبوك رائعه عليها ما اعرفش كام، وفي تزايد مستمر، يعني اخر مره كان حد قال لي كانت 100,000 فولور الحمد لله مش بتاعتي اصلا وما اعرفهمش، ورفع كان عملت محضر فيهم لان هو بيج بتدخل تشتم الناس كلها تقريبا يعني. فيعني تخيل مش فيك نيوز، لا ده فيك اكونت اصلا، حد بيتكلم باسمك كمان وانت ما تعرفيش مين ده. رحت عملت محضر خاص، ما مش هعمل ايه تاني، وعملت باين، وانت كان عندك برضو فيك بيجز حاجه زي ده. انا اتروقت على هذا الصعيد، اتروقت جامد، ودي اكيد من ضمن مساوئ السوشيال ميديا. احنا للاسف الشديد وقتنا انتهى بالفقره دي، يا دوب نلحق نشكركم جزيلا الشكر، نورتونا وشرفتونا. احنا سعداء جدا ان احنا كنا معاكم النهارده، وبجد بنشكركم جدا على الاستضافه دي نورتونا بجد يا نانسي ودينا، ولينا ماتش ان شاء الله نستعد بقى عشان الدوره الجايه ان شاء الله، بس باذن الله ننزل تدريبات متالقين اكتر ويتذاع بقى على الهواء على الفريق الاهلي وعلي عليه اهلي. نورتونا، بنشكركم جزيلا جدا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع حضراتكم ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه. طبعا احنا كلامنا مع حضراتكم مستمر وبشكل يومي عن منافسات النادي الاهلي القاريه، وكمان الاستعدادات الخاصه بماتش السوبر، الماتش المرتقب والمتوقع ان شاء الله انه اكيد هيكون ماتش قوي جدا. النهارده هنتكلم مع حضراتكم في الفقره دي تحديدا عن كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم الناقد الرياضي. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا بيكم. صباح الهنا، وعارفين ان حضرتك يعني صاحي بدري مخصوص عشاننا،
يعني استاذ عبد الحكيم مش من الناس اللي هم يتقال عليهم مورنينج بيبل خالص. لا خالص. انا عارف. بس منورنا حقيقي. ده شرف ليا طبعا. وسعداء ان كمان توقيت مهم جدا وعندنا ماتشات مهمه وعندنا كلام مهم وماتش السوبر اكيد وقرارات امبارح لجنه الاستئناف. تحب نبدا من امتى يعني او من امتى ازاي منين؟ انا معاكم. خلينا في الفريق اصلا اللي طبعا المفروض دلوقتي الفريق خلاص اوكي اتحرك للامارات بسلامه الله باذن الله. فنبدا بال خلينا نبدا من هنا نبدا بالكوره ما نبداش بالمشاكل. خلاص يلا بينا. يعني بس المشاكل فرضه نفسها فرضه نفسها واحنا بنجيب حاجه من عندنا. بص يا استاذ كريم هو الوضع الاساسي بقى شو يعني انت عباره عن انك بتعمل شو اصلا قصه بقى انك تقول لي مش عارف مين واصل موضوع كهرباء ده اصلا الشو ده مفيد في ايه؟ مفيد لصاحبه عايز يوجد يعني نفس دور ممكن إيه؟ عايز يوجد نفس دور. لكن لما تيجي تتكلم يعني مثلا امبارح بالليل كلنا يمكن شفنا طبعا يقول لك اصل الاهلي لجا للقضاء المدني. هو حضرتك قبل ما تتكلم ودي مشكله عندنا في مصر مفيش حد بيدور على المعلومه يجيب المعلومه الصح. طب حضرتك جبت المعلومه الصح الاهلي لجا للقضاء المدني ضد اتحاد الكوره فهنروح نشتكيه بره ويقول لا ما حصلش. الاهلي النص اللي راح للقضاء الاداري مشتكي قرار وزير الرياضه مش اتحاد الكوره. فلائحه النظام الاساسي تمنع فعلا انك تروح لكن اهلي مذكرته مقدمه للقضاء الاداري بالطالب وزير الرياضه بايقاف قرار اتحاد الكوره للوزير مش اتحاد الكوره. فاحنا دلوقتي حتى انك بتحاول تبين طب ما تروح تشتكي يعني قول روح اشتكي كده وقول الاهلي الاهلي ما لجاش القضاء المدني ضد اتحاد الكوره وما عملهاش في تاريخه يعني الاهلي ما عملهاش في تاريخه ان يعمل كده لان الاهلي عارف كويس جدا بيقعد في لجنه قانونيه وفي مجلس اداره وفي ناس بتقعد تدرس الموضوع ايام عشان تاخد قرار لدرجه ان في بعض الناس يقول لك الاهلي بياخد وقت عشان ياخد قرار. ما هو الاهلي بياخد وقت ليه؟ عشان ما يطلع قرار يكون قرار صح. فالناس بتاخد شو؟ عايز تعمل شو لنفسها؟ لكن الحقيقه طب ما النادي الاهلي هل ممكن الاهلي يقول لك انسحب؟ طب هو مش ده بيبقى شيء حزين لما يبقى صاحب الشو ده لو افترضنا ان في نيه شو لما يكون الكيان صاحب الشو اكبر بكتير من الشو نفسه جدا. بص احنا مش في قناه الاهلي في كيانات كبيره جدا ما ينفعش الرياضه تستقيم من غيرها. النادي الاهلي طبعا احد يعني اهم اقطاب الرياضه وفي اقطاب موجوده في مصر ما ينفعش ان انت حتى لو انت كنادي اهلي ما ينفعش تقول دول مش موجودين ولو دول مش موجودين الرياضه هيبقى وضعها سيء لان النادي الاهلي لازم يكون معاه منافسين حتى لو اقوياء عشان ده بيولد حوافز جديده بيولد دوافع جديده طبعًا. بيولد خطط بيخليك طبعًا. تقعد تشتغل تمام يعني انت لو عندك مثلا زي السنه اللي عدت او السنه اللي قبلها كان الهاندبول عندنا في النادي الامور ما كانتش افضل حاجه ايه اللي خلاك ابتديت تشتغل وتقعد ان انت كان في منافس ليك او اتنين منافسين بينافسوك بقوه وبيكسب منك بطوله وانت تكسب منه بطوله ابتديت تقعد تشتغل قعد الوزير العام لفوري رئيس النادي المهندس خالد مرتجى وشكلت لجنه ومع الكابتن خالد العوض عملت لجنه وعملت شغل وبتاع وابتديت تحط هيكل وجبت مدرب كويس جدا مصنف ديفيد ديفيز وابتديت تشتغل السنه دي واخد الثنائيه لو ما فيش منافسه لو ما فيش الاقطاب الثانيه ما كنتش هتبقى موجود مش هتقعد تشتغل مش هتقعد تشتغل صحيح. فده المنطق الاماكن اللي انت بتمثلها لازم تبقى تعي قيمه الكرسي اللي انت بتقعد عليه لازم تبقى عارف ان انت مش بتمثل شخص يعني كعب حكيم انا موجود مثلا لو انا رئيس نادي انا مش بمثل كعب حكيم كشخص لازم اكون فاهم الحته دي نادي الزمالك نادي الاسماعيلي نادي المصري نادي الاتحاد انديه كبيره جدا لها شعبيه وجماهيريه لازم تعي ان انت خلفك مش هقول لك يا سيدي زي الناس بتتكلم 2 3 مليون لازم تعرف الحته دي 2 3 مليون مستنيين منك الكلام اللي هتقوله وهيمشي على هذا الاساس ده في ناس وحضرتكم ادرى مني طبعا جماهير النادي الاهلي عندها مبدا عندها مثلا بتقتدي بالنادي يقول لك في اسس ومبادئ تلاقي الواحد مثلا في حياته بيشتغل على حاجه رول معين بياخده من النادي بيشتغل عليه فانت الناس بتبص لك حتى في نمط حياتها بتاخد منك من الكيان في نمط الحياه ما ينفعش ان انت تبقى ده المثال والنموذج اللي تقدمه للشاب الصغير. أنا بتفق مع حضرتك جدا طبعا. طيب خلينا نروح نقيم شوية كده أو نطمن مش هنقيم الفريق محليا نتكلم إفريقيا بعد تحديدا كمان ماتش الهلال اللي يعني بعض وصفه إن هو عنق الزجاجة يعني زي ما بيتقال كده كان مشاكل فبتشوف إزاي برضو تحليلك أو تقييمك؟ أنا تقييمي إن الله يكون في عون الجهاز الفني يعني بصراحة النادي الأهلي والفريق الأهلي هو الفريق الوحيد في مصر اللي بينافس في 4 أو 5 بطولات في توقيت واحد يعني الدوري المحلي كاس مصر النسخه القديمه اللي كسبها على حساب بيراميدز كاس مصر النسخه الجديده اللي هو لسه القرعه بتاعتها كانت امبارح مع منتخب السويس عندك دخل سوبر وكان في سوبر قبل كده اللي الاهلي كسبه في الامارات على حساب الزمالك عندك دوري ابطال افريقيا وكنت كاس العالم للانديه 6 بطولات بتشتغل فيهم جهاز الفني في توقيت واحد والمفروض منك ان انت تركز وتحضر والنهارده وتفوز طبعا وضغط لو منهم بطولات بيبقى النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لكره القدم المصريه طبعا وخد بالك برضو في نقطه يمكن
احنا مش يعني عشان بس قريبين من المشهد فاكيد نعرفها، لكن مثلا الجماهير ما تعرفهاش. انت كمدير فني المطلوب انك تجهز لعيبتك وتوجد دوافع ليهم بشكل يومي بشكل يومي. يعني النهارده مثلا انت اول امبارح كنت بتجهز لعيبتك لمواجهه الرجاء المغربي، منافس معين بطبيعه معينه بجماهير معينه. النهارده بقى تاني يوم على طول اقلب الصفحه، خلاص انا تاهلت نصف نهائي بس اقلب هستعد للزمالك، اقلب بعد ما اخلص الزمالك ب 48 ساعه ودي حته لازم 48 ساعه هتكلم على حرس الحدود في الدوري المحلي، حرس الحدود اخلص بالليل بعد الماتش هسافر على تونس. كل ده بتجهز لعبتك، شوف الوقت طبعا. انت بتجهز محاضرات، جهاز فني بيشتغل وبتجهز لعبتك وتيوم كل ده. مش ممكن يبقى بالنسبه للناس معينه يقول لك ايه المشكله، ما الناس بتاخد مثلا كذا ولا دي شغلتها، لا ده ضغط نفسي وعصب واعداد وخطط وبتاع وجهاز اداري بيشتغل، جهاز اداري كبير جدا. شوف كام سفريه بنتكلم فيهم في 10 ايام، كل ده شغل. يعني ممكن الناس تاخده على اساس ان ما هو الناس دي بتاخد طبعا بتاخد فلوس، بس ده ارهاق وذهني وشغل، شغل جامد جدا مع فريق ومع لعيبه. فالنادي الاهلي الله يكون في عون كولر والجهاز المعاون بتاعه ولاعيبه النادي الاهلي طبعا، لان انت بتتكلم على ان انت بتخوض مباراه كل 3 ايام او كل 4 ايام. الفريق اللي انت رايح تلعبه في السوبر اخر ماتش لعبه امتى؟ من اسبوع. انت جاي من رحله في المغرب مع منافس قوي جدا، ما هو مش اي حد بيتاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. لا اكيد طبعا. شوف هو النادي الاهلي مثلا اللي هو المصري الوحيد في مصر اللي بقاله سنين بيتاهل مثلا ووصل سنوات، لكن في مين في مصر موجود اخر ست نسخ في دور في نص النهائي؟ مفيش غير في مصر النادي الاهلي. فكون الرجاء تاهل فانت بتلعب منافس قوي جدا، جاي من الرجاء هتلعب الزمالك ثم هتلعب الحرس ثم هتروح للترجي. كل دي منافسات قويه جدا والنادي الاهلي بيشتغل في كل البطولات. بس ده معاد كل موسم برضو يعني، واستاذ عبد الحكيم قصه ما فيهاش حل. يعني احنا كل موسم بيجي بنقول ضغط والتوتر الموجود والجدول الموجود، ويعني قصه برضو متكرره، واعتقد الموسم الجاي هيبقى كده برضو بهذا الشكل. هل ده مشكله الاهلي ان هو بيفوز تقريبا او بيشارك في كل البطولات، ولا المشكله ان لا لازم يكون في حل اكتر من كده؟ الاهلي بيدفع ضريبه، ضريبه تفوقه وضريبه نجاحه، محدش مختلف على كده. بس بقالنا سنين بنتكلم في جزئيه ما تهندل انديه الدوري وتاخد بشكل تدريجي ان انت من 18 نادي ل 16 لحد ما توصلهم 14. احنا في حاجات كانت سبب تفوقنا من 2006 ل 2010 من ضمنها ان انديه الدوري كانت 16 فريق. بتقلل عدد مباريات البتاع دي، لان انت اللعيبه دي نفسها. الاهلي دلوقتي مثلا هيبتدي يلعب كل 3 ايام ماتش. الاهلي هو القوام الاساسي للمنتخب الاول، في شهر 6 عندك اجنده دوليه، اللعيبه دي هتروح للمنتخب الاول ازاي؟ خلصانه بدنيا صحيح. وطبعا صحيح طبعا منطقي يعني صحيح. سيبك يا سيدي اعتبرنا انك النادي الاهلي واللي هم الجزء الاكبر منهم هم القوام الرئيسي اصلا، القوام الرئيسي المنتخب الاول ده خد عندك المنتخب الاولمبي هيلعب بطوله ام افريقيا تحت 23 في نهايه شهر 5 المؤهله لاولمبياد باريس. المجموعه دي الاهلي متاخد منه كام؟ 6 لعيبه وعندك حتى 4 المعارين بره، انت بتتكلم في 9 لعيبه. المنتخب الاولمبي اللي هيلعب بطوله ام افريقيا تحت 23 سنه من النادي الاهلي في نهايه 5، اللعيبه دي هتروح للراجل ميكالي ازاي؟ هتروح له خلصانين ازاي بدنيا وفنيا؟ سيبك من التاثير على الاهلي يا سيدي، اعتبرنا احنا مش نادي مصري زي ما انتوا عايزين تمشون. يعني انت كمنتخب مش ده كل شغلك عشان تجهز للمنتخبات؟ طبعا. طيب انت اللعيبه دي هتروح للمنتخب ازاي؟ هتروح لهم مستهلكين بدنيا وفنيا وخلصانين. ما هو كل ده بيأثر على المنتخب. هو الناس فاكره بس يمكن الناس عشان مش بحب نصدم كابتن ايهاب جلال لما مسك المنتخب، افتكر بس ارجع للصوره هتلاقي كان نص اللعيبه رايحه له مصابه، كابتن محمد صلاح ما جاش كان عنده ظروف كان مصاب، فالراجل خسر. ما هو ده المنتخب، انت ضغطت الاهلي لعبت كل 72 ساعه فراحت للمنتخب خسر من اثيوبيا وتعادل الماتش الثاني. فده الواقع اللي انت قدامك ان انت وديت له اللعيبه بالشكل ده. صحيح. طب ما ده يرجعنا برضه لنفس السؤال اللي سالته بيقول لك نهاوند من شويه، طب والحل ايه؟ لان الموضوع مستمر وباقي على ما هو عليه. لا. واللي بيدفع ثمن ده وبيدفع ضريبه ده المنتخب وعشاقه بطبيعه الحال. الحل ان يبقى عندك قرارات جريئه. احنا استبشرنا خير برابطه الانديه على ان اتحاد الكره مهما كان حصل هو في الاول وفي الاخر بيدار من خلال جمعيه عموميه، فبيراعي حته الجمعيه العموميه شويه، مش هقول لك مش هقلص عدد فرق في الدوري واقلص، فبالتالي عشان برضو انتخابات وعايزينها. لكن الرابطه دي بتتم انتخابها من انديه الدوري بس، المفروض الرابطه تشتغل على هذا الاساس ان تاخد ده الحل الوحيد على فكره، مفيش اي حلول ثانيه في الموضوع غير انك تقلل عدد انديه الدوري، فبالتالي بتقلل عدد المباريات او عدد الاسابيع، فبالتالي بتدي ليميت معين. انت السنه دي بتلعب 2 كاس مصر في سنه واحده، 2 سوبر في سنه واحده، فانهي مكان الكلام ده؟ صحيح. مش موجود غير في مصر بس، فانت لازم تقلص عدد انديه الدوري من 18 تدريجيا، سنه تعملها 16 بتنزل عدد اقل يهبط تحت دوري الدرجه الثانيه وتطلع 4 انديه.
تمشي كده لحد ما توصل 4. لو وصلت 14 هتبقى اجمالي مباريات اللي هياخدها الفريق 26 مباراه بدل 34. 8 اسابيع، الثمان اسابيع دول لو عملت فاصل 4 ايام ب 32 يوم. انت وفرت 32 يوم، تخيل 32 يوم تدي 15 او 16 يوم راحه للاعيب و16 راحه تديهم معسكرات للمنتخبات يجهزوا للماتشات اللي بعدها. ده الحل الوحيد قدامك. غير كده انت مش هتستقيم الامور لو قعدت سنين، هتفضل تعيش في نفس الدوام ضغط المباراه، لان النادي الاهلي بيشتغل على اساس على طول انه هيكون موجود في دوري الابطال باذن الله، عايز يروح كاس عالم، عايز يعمل ليميت بطولات معين، فهو شغال عنده تارجت. انا مش مشكلتي ان باقي الانديه ما يعني طموحاتهم دور المجموعات، ده مش مشكلتنا. وفي ناس عملت ميزانيه 2 مليار و3 مليار جنيه وفي الاخر الرصيد صفر. فالاهلي هيفضل في الخانه دي وهو المضار الوحيد في الكره المصريه لحد ما تستقيم الامور والناس تفكر ان انت تنزل بعدد انديه الدوري الممتاز دوري الدرجه الاولى ل 14 فريق او 16، خلينا مرحله ولا 16. طيب لو اتكلمنا عن ماتش بقى الاهلي والترجي، طبعا هو هيبقى يوم 12 او 13. هو امبارح كان الصحافه التونسيه بالليل اتكلموا ان الماتش هم يختاروا يوم 13، وفي الغالب 13 كل الانديه 13 تقريبا. في الغالب كل الانديه بفهم الاهلي على فكره بيختار تملي اخر يوم في الاجنده اللي بيحطها لك الكاس. تمام، يعني هنقول يوم 13 يعني تقريباً. حتى الاهلي نفسه 29 و30 هيختار يوم 30. تمام الترجي 12 يدي مساحه بقى ان هو يدي مساحه لفرقتك. اصل انت مثلا الترجي مثلا هو دلوقتي عنده لعيبه مصابه وطالع من اجهاد لعب كم ماتش ورا بعض، هو اي جهاز فني كده. الاهلي كان مستر كولر كان ماتش الهلال كان عندك يوم 31 او يوم 1 ابريل، اخترت 1 ابريل. ماتش الماتش اللي بعده بتاع الرجاء كان عندك يوم ويوم، انت اخترت اليوم الاخير عشان تدي حتى ال 24 راحه ساعه استشفاء بتديها للعيبه. حلو جدا. الماتش ده لو هنقول ان هو خلاص الاهلي والترجي يوم 13 ان شاء الله، بعد كده العوده في القاهره، هل النقطه بقى اللي تهمني بعد طبعا احداث الشغب الاخيره، هل هيكون في يعني جماهير ولا تتوقع عدم وجود جماهير؟ هيتم حرمان الجماهير؟ خلينا هتفرق برضه، خلينا طبعا تفرق جامد جدا. خلينا بصراحه ان الكاف من وقت رحيل عيسى حياته الكاميروني ما بقيش ليه ثوابت معينه تقدر تمسكيها. يعني كان وقت الكاميروني عيسى حياته في رولز، في قواعد ولوائح بتطبق. من وقت مقر الكاف، مش المقر، روح الكاف اتاخدت بره مصر وبقى المقر كمبنى وبقى الكاف بيدار من بره مصر، والامور ملهاش معايير، بقى حسب توازنات وحسب مين قوي ومين مؤثر ومين مش مؤثر. يعني هديك مثال، الجزائر والمغرب مقدمين لاستضافه بطوله افريقيا 2025، معروف قوه فوزي الاقجع رئيس الاتحاد المغربي في الكاف، فبالتالي خلاص نظريا المغرب بقت قريب. طيب على اساس ايه اخترت المغرب؟ ما تعرفيش. فهنا الموضوع بيخضع لجزئيه، هل وديع الجري مثلا رئيس الاتحاد التونسي ده راجل قوي جدا عضو مكتب التنفيذي للكاف ممكن يتدخل، لكن لو بتتكلم على لوائح ووقائع لا، المفروض ما يبقاش في جماهير بعد الاحداث الاخيره. طبعا ده يحرم الجماهير بشكل، ده في فيديو موثق، فيديو موثق، واحد واخد قاطع كهربي قطع بيه السور الحديدي. قاطع كهربي قطع بيه السور الحديدي، منشار بالكهرباء. منشار كهرباء، يعني انت عارف حضرتك السور الحديدي الفاصل ما بين الملعب ما بين الجماهير اتقطع واتفتح. لا ممكن، وكان بيعمل ده وجنب منه في نار ايدا اوريدي، في حاجات مولعه في الارض. الصحافه الايطاليه كانت عامله تقرير امبارح عن القصه دي وقالت ان جماهير الترج كانت لديها نيه في دخول الملعب بدليل ان هم المنشار الكهرباء ده قطع. ومع هذا التصريح اللي كان صادر عن وزاره الداخليه في تونس كان بيتكلم عن منع دخول اي جماهير دون سن ال 18، مش منع جمهور دخول اي جماهير. مزبوط. ونقطه مظبوط، يعني معنى كده ان المفروض هيبقى فيه برضه جمهور ولكن مزبوط. اكبر من 18. القرار اتاخد بسبب مباراه ما بين الملعب التونسي فريق الملعب، على فكره عشان بس الناس تبقى فاهمه، الشغب بتاع الجماهير ده ما كانش مرتبط بالماتش الاخير بس، اللي متابع الكره التونسيه كويس واضح ان حضرتك متابع ان كان في كذا ماتش قبلها كان في اعتداء على حافله او اتوبيس فريق الصفاقسي، كان في مباراه ما بين الافريقي والصفاقسي، كان في مباراه ما بين الصفاقسي والملعب التونسي. الواقعه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتاعت الماتش الصفاقسي والملعب التونسي. بعد الواقعه دي وزاره الداخليه هناك طلعت قرار قالت ان محدش يدخل ملعب اقل من 18 سنه. فالشغب هناك ودخول الجماهير والكلام ده كله ده مش مرتبط بماتش الترجي بس، ولا الشغب مرتبط بسن 18، يعني فاهم هو حمايه يمكن للمنظم دون 18 يعني سنه. اصل انا مثلا دلوقتي خلينا في مصر هنا تحت ال 16 مثلا ما بيطلعلوش بطاقه، انا عشان مثلا ادخلك ملعب هعرف اجيب بيانات حضرتك ازاي؟ لو انت عملت شغب مفيش مرجعيه تسجل على طب على الاكونت بتاع الشركه المسؤوله عن الماتشات دي، انت حضرتك مثلا لازم يكون عندك
حاجات بيانات. طب انت اللي لسه ما تمتش السن القانوني فما طلعتش جواز سفر ما طلعتش بطاقه شخصيه, فبالتالي انت مش عارف اجيبك. فاعتقد انا وجهه نظري, انا ما اعرفش يعني الحته دي ما دخلتش فيها قوي, ان تحت سن ال 18 ممكن يكون هم عندهم ما تعرفش تطلع اي دي مثلا, فمفيش مش عارف اوصل. فعشان كده هو بيحدد. هو على فكره هنا في مصر حتى لو ابن حضرتك مثلا انت بتسجله على اسمك, يعني على الاكونت بتاع الشركه المسؤوله بتسجل على اسمك عشان سهل جدا ان انت يجيبك, سهل جدا ان انت لو حصلت اي مشكله بيجيب الوالد. فهي موضوع لو انت بتتكلم على لوائح ونظم وقواعد, هو الكاف احال الموضوع لجنه الانضباط, ولجنه الانضباط المفروض الثلاث اللي جايه على ما اعتقد في اجتماع والموضوع على فكره برضو ماتش الرجاء نفس القصه, الدخول بتاع الرجاء الماتش الاهلي والرجاء التدافع الجماهيري ده برضه هيتحقق فيه من قبل الكاف نفس الموضوع برضه. بس ده ما يهمناش قوي يعني لان احنا خلاص عدينا الماتش, لكن هيتناقش. بس هل لو طبقوا القواعد مليون في المية بس مش هيتنقل الماتش, يعني سيقام في ملعب رادس بس سيقام بدون جمهور. بس الكلام ده لو اتطبق هو ممكن دلوقتي الضغوط من هناك ان الماتش يتلعب يعني بجمهور بس يبقى فيه غرامة مالية, واحنا للأسف عندنا عضو مكتب تنفيذي في الكاف ما استاذ عبد الحكيم عارف لا ما بيعملش حاجه, ما اصل ده مش منطقي يعني انت ايوه لا يعني بص اصل دور من ضمن القوى الناعمه للبلد ان انت بتجهز كوادر يفيدوك في المناصب الدوليه طبعا. يعني دكتور حسن مصطفى ما فيش حد يعني عنده اقل درجه من الذكاء يقدر ينكر دور الراجل ده في كره اليد المصريه وفي الرياضه المصريه. شوفوا كم البطولات كاس عالم على مستوى الشباب والكبار اللي استضافتها مصر, شوف تقدم كره اليد في مصر شكله ازاي. الراجل لو الزمالك اي نادي طلب منه مثلا يعمل له كونتاكت بمدرب معين في ثانيه, رغم ان ده رئيس اتحاد دولي وكل ده, والراجل بيشتغل ما فيش مشكله واحده تلاقيها كره اليد هناك خالص. تعال بص الوضع في كره القدم, الوضع في كره القدم كارثي, واحنا عندنا واحد انت بتعاقب من الكاف وبتتحرم من جماهير وبيجي عليك عقوبات ماليه انديه ومنتخبات بالمناسبه. احنا ماتش السنغال ما خدناش حقنا, انت المنتخب اللي حصل معاه في السنغال في دكار لو في اي حد تاني, شوف فوزي الاقجع بيعمل ايه. فوزي الاقجع بيشتغل على الانديه بتاعته بشكل رهيب. يعني فوزي الاقجع مثلا, وعلى فكره الراجل ده يقدر, يعني احنا مش معنى ان احنا الراجل بيشتغل انديته نقول ده لا بالعكس مستقل. يعني ما هو دوره كده, يعني هو ما بيحبش الرجاء والناس كلها عارفه فريق الرجاء ما بيحبوش, كان واقف معاه في موضوع الاهلي. وعلى فكره مش هيطلع عقوبات جامده جدا على الرجاء بسبب الحادثه اللي حصلت دي. ليه بقى؟ عشان فوزي الاقجع. معقوله؟ اه طبعا كداعم ليهم يعني, كداعم ليهم طبعا. اه بس ده مش هيبقى الافضل يعني, مش ده الصح قوي برضه, خصوصا في حاله خسائر. ما هو انا بقول لحضرتك يعني, انا بقول لحضرتك ان الكاف دلوقتي, الكاف دلوقتي ما بقاش بيدار باللوائح, بيدار بقوه الاشخاص. قوه الاشخاص مين دلوقتي المؤثرين في الكاف؟ مين؟ فوزي الاقجع, وديع الجريء اللي هو رئيس الاتحاد التونسي عضو المكتب التنفيذي للكاف. لكن احنا ما ربنا يتولى. احنا اتكلمنا دلوقتي عن ملابسات الماتشين ما بين الاهلي والترجي والحضور الجماهيري من عدمه الى اخره. تعال نتكلم بقى فنيات شويه, يعني رؤيتك وتوقعاتك لماتش الذهاب بصفه خاصه, انه اكيد هيبقى برضو شديد الحساسيه, فكره ان انت على ارض المنافس وسط جمهوره الى اخره. فشايف فنيا الدنيا هتكون ماشيه ازاي؟ تعال نتفق يا استاذ كريم ان الاربع انديه او الاربع فرق اللي تاهلت لنصف النهائي هم انديه الصفوه في افريقيا, يعني كان الاهلي, ترجي, سان داونز, الوداد. هم متفقين دول افضل اربع فرق حاليا بدليل ان هم دول الاسماء الاربعه اللي بتتردد مع انطلاق اصلا فعاليات البطوله. ودول اربعه لو انت جبت اخر ست سبع نسخ هتلاقي الاربعه دول موجودين معاك, او ثلاثه منهم موجودين معاك في المربع الذهبي في اخر ست سبع نسخ. صحيح, يعني هتلاقيهم موجودين. وبص الفاينل هتلاقي الاربعه دول طرف منهم في الست سبع نسخ الاخيره, هتلاقي واحد منهم موجود. طبعا طبعا. مباراه الاهلي والترجي على وجه التحديد, بمناسبه يعني الاهلي والترجي بينهم علاقات قويه جدا على المستوى الجماهيري قبل المستوى الرسمي. يعني في موضوع حادثه بورسعيد جماهير الترجي تضامنت مع النادي الاهلي ورفعت لافته هناك في بعد فجماهير الترجي والاهلي بينهم علاقه كويسه جدا. فجزئيه حتى لو الشغب ده مش هيكون مؤثر مع فريق الاهلي على فكره, بس هو شغب بينهم ما بين الامن عندهم. مش ما يخص فريق الاهلي. فنيا كل مباراه انت بتتعامل معاها طبقا بمعايير معينه. في بعض الناس حاليا دلوقتي وللاسف من جوه مصر, واحنا دلوقتي حاجه بقت اخر ثلاث سنين يعني, وحتى فيهم لحظه بقت غريبه لما الدنيا هديت وفي تعليمات ما حدش يتكلم, تلاحظ ان ماتش الاهلي والرجاء عدى على مستوى الشحن الجماهيري هادي, مفيش مشكله فيه. في ناس كانت بتدخل بينك ما بين انديه ثانيه عشان تعمل لك شحن جماهيري, لكن الامور ان شاء الله. فنيا انا شايف ان المباراه لازم تشتغل على جزئيه ان الترجي فريق كبير جدا عنده غيابات. عنده غيابات, انت عندك غيابات, عندك غيابات, انت هتعاني من اجهاد وهو هيعاني من اجهاد. هم عندهم مدرب صف اول نبيل معلول. يعني حد من زي كده مثلا عندنا كابتن حسن شحاته. ايوه اهو ده في قناه الاهلي. بنقول مين؟
ابن حسن شحاته. وده يدل على ايه؟ حياديه عادي مش مشكله فيها، انا هو ابن كابتن حسن شحاته. الله علينا يا اهلا. يعني هو كابتن حسن شحاته واحد من افضل مدربين في مصر. لا بس دي حقيقه. طبعا طبعا. لا ومحدش يقدر ينكرها على فكره يعني. وكابتن حسن ده راجل محترم جدا بغض النظر عن فكره. وبعيدا عن شخصانه كمان هذا الكيان، الكيان ذات نفسه احنا مفيش كره قدم من غير ما يكون الاهلي بينافسوا الزمالك، ومن غير ما يكون الزمالك بينافسوا الاهلي، احنا بنتكلم على كيان كبير بطبيعه الحال. والله يا استاذ كريم انا مش عايز اطلع بس من جزئيه السؤال، لو حضرتك رجعت خمس ست سنين لورا ما كنتش تسمع النبره دي. انا فاكر كويس جدا كنت مره بغطي المنتخب في 2008 في بطوله امم افريقيا، كانت جمله كان كابتن حسن كان اكتر حاجه بتضايقه في المعسكر يقول لك ده فلان فلان لعيب الاهلي، فلان فلان لعيب الزمالك، كان بيتخنق من الجمله دي جدا. انت هنا جوه معسكر المنتخب، انت هنا لاعب منتخب. أيوة مصر. طبعا مفيش حاجه، ما تقوليش مش حاجه اسمها اهلي وزمالك. وكابتن حسن ده راجل يعني واحد شئت ام ابيت، واحد من رموش الزمالك، واحد من اهم نجوم الزمالك على مدار طبعًا التاريخ. طبعا ما ينفعش انك تتجاهل الجمله دي. وبرغم كده الراجل اللي كان بيعترف بكلمه لاعب اهلي ولا لاعب زمالك، وكان واخد مثلا واحد زي احمد عبد الملك كان بيلعب في الحرس، كان عبد السلام نجاح فتره، فالراجل كان عامل كوكتيل، وده اللي كان منجحنا على فكره. يعني كان جزء من نجاح الكره المصريه انك لما بتروح للمنتخب ودي محمد صالح اتكلم عنها، الغي جزئيه النادي لما تروح منتخب، وده اللي كان منجحنا. فنرجع لفنيا النادي الاهلي او فريق الاهلي هيعاني طبعا الفتره اللي جايه، لان انت وسط ده كله ان انت هتلعب منافسات، هتلاقي هنا بقى الناس هتجيب لك ماتش. يعني مثلا عايزين يلعبوه من ضمن الحاجات الرائعه يعني بصراحه، انت تعرف النادي الاهلي مثلا حاجز له تذاكر العوده امتى من الامارات؟ يوم صباح يوم 7 ماتش 5 صباح يوم 7. طيب انت حضرتك حاجز لي ان انا ارجع يوم 7 وانا حاطط لي ماتش مع حرس الحدود يوم 9 وعايزني اسافر بعد الماتش على طول لتونس، ما دي من ضمن الحاجات. ده مش ممكن. اللي تحط عليها علامه استفهام. تعجيز. يعني انا لسه عارف النهارده وانا جاي المول على المدير الاهلي بيحاول يحل مشكله ان يرجع بعد الماتش مباشره عشان تدي فتره راحه للاعيبه يوم ان انت تلحق قبل ماتش حرس الحدود. انت عايز ترجعني يوم 7 الصبح، يوم 7 مايو الصبح. ايوه. اتمرن في نفس اليوم وتاني يوم اتمرن التمرين خفيف وادخل معسكر العب حرس الحدود. فدي جزء هيأثر على ماتش الترجي. قبل ما نتكلم على الفنيات لازم تتكلم عن ان رابطه الانديه لازم تكون متعاونه شويه. يعني ما ينفعش ان انت تحط لي ماتش زي حرس الحدود يوم 9 وانا هلعب يوم 13 ويقول لي اصل الانديه في تونس بتلعب، اصل الانديه. طب صن داونز بقاله كام ماتش ما لعبش؟ وصن داونز ده يعني قوه بدنيه جباره، لعيبته دي ممكن تلعب 7 ماتشات في اليوم ما عندهاش مشكله. طبعا. لكن احنا عندنا اللعيبه مرهقه جدا، لازم تدي راحه. ما ينفعش ماتش الحرس تحطه لي كده بالشكل ده في التوقيت ده. فهو القضيه انك رقم واحد الناس تتضامن مع النادي الاهلي باعتبار مصر الكره المصريه. فنيا الترجي والاهلي مستواهم متقارب، هم معاهم مدرب وبين قوسين اخذا في الاعتبار الغيابات اللي بتضرب صفوف الترجي. بص الغيابات ولا مش هتكون مؤثره للترجي؟ عشان نبقى صراحه، اللاعب الوحيد اللي مؤثر ومش بالقوه، عشان بس احنا هنا عندنا بيبقى مش تضليل، اللي مش بيتابع قوي تلاقي الناس مثلا بتحاول تسوق لك معلومه عشان تبين لك ان الخصم سهل. زي مثلا ناس تقول لك ايه الرجاء ده مش عارف يوصل. ايوه الرجاء ده مش ده اللي كسبك؟ مش ده الرجاء اللي خرج السنه اللي عدت واللي قبلها؟ طب يبقى ايه بس ازاي ضعيف؟ يعني فريق طب ضعيف وصل ازاي دور الثمانيه دوري ابطال افريقيا وكان متصدر مجموعته بالمناسبه يعني. تمام؟ فلما تيجي تقول لي ضعيف، ما هي نفس الموضوع اللي بيحاول يصدر لك فكره ان المصابين من الترجي مؤثرين. لعيبه الترجي كلها ممتازه جدا، احنا مش بنغلط في حد، بس انا بتكلم على تقييم فني. تقييم فني بمعنى لما تيجي تقول لي مين المؤثر في غيابات الترجي، هو واحد بس، حمد الهوني الليبي، حمد الهوني الجناح الشمال، مفيش حد تاني مؤثر. محمد علي بن رمضان موجود وجاب جون في الماتش الاخير قدام شباب القبائل، فاهم لعيبتهم موجوده. اللعيب الوحيد اللي غايب اللي هو قوي ومؤثر في تشكيله الترجي وهيغيب ثلاث اسابيع او اربع ممكن يلحق ماتش العوده هو حمد الهوني بس اللي هو الجناح الشمال. لكن كلاعيبه مؤثره، طب ما انت عندك اكرم توفيق، كريم فؤاد. هو اكرم توفيق ده واحد من اهم العناصر في الكره المصريه مش بالظبط بالظبط. فهو ده غايب، غايبين مثلا رباط صليبي. فالغيابات عندك وعنده شبه يعني تقريبا متقاربه يعني. متقاربه. بس في ناس هنا من الاعلام مثلا لمجرد انها بتحارب الاهلي تصدر لك صوره، زي ما في ناس كتير بتصدر لك صوره ان الدوري اتحسن، ودي اكبر بيصدروا صور كتير قوي يا استاذ عبد الحكيم، ودي اكبر غلطه ممكن تحصل. لكن كالترجي كفريق، فريق ممتاز جدا، ما نشتغلش على جزئيه ان الاصابات. لا انا شايف ان اللاعب الوحيد المؤثر هو حمد الهوني فقط لا غير. والترجي مميز جدا على الارض وعنده مدرب زي نبيل معلول عارف كل كواليس الكره المصريه. صحيح. هو للاسف الوقت بيجري، كان نفسي نخش في تفاصيل اكتر كمان عن ماتش السوبر ومش هنقول الكفه الارجح، لكن كنا عايزين نعمل قراءه سريعه لو تقدر في دقيقتين برضو يعني يا ريت. طيب اتفضل.
ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش تقييم وملهاش حسابات، ومهما كانت مستوى المنافس او ترتيبك في جدول الدوري، الكلام ده كله تركيني على جنب قدام ماتش الاهلي والزمالك. بالزبط. والتاريخ على فكره يعني يتكلم عن اي حاجه في القصه دي، مش محتاج حد يتكلم. الاهلي والزمالك الفيصل الاعداد النفسي والبدني والجاهزيه والتركيز جوه الملعب، لكن الترشيحات وحته ان الاهلي هو الاجهز فنيا وبدنيا، طبعا هو الاهلي اجهز فنيا وبدنيا، بس مش بفارق كبير عشان نبقى صراحه. لان الزمالك طبعا يمكن كان عنده سوء حظ في بدايه السنه، عندهم مشاكل مش هنتكلم فيها، لكن كفريق لا، الزمالك عنده فريق كويس جدا، ولازم النادي الاهلي يعمل حسابه ان عنده على مستوى العناصر الفرد والجماعي كويسه جدا، عندهم مدرب كويس جدا. الاهلي يمتاز بحته الاستقرار، استقرار الفني، ان انت معاك مدرب جاي من اول موسم شغال معاك، حافظ فرقتك، بيشتغل، ما عندكش مشاكل، الحسن التنظيم الاداري ده اللي مخليك هتتفوق في الملعب. ويبقى التركيز والتفوق، التركيز وان انت مجهود اللعيبه في الملعب والتوفيق في المباراه دي. شوف كنا بنتكلم من شويه على فكره تلاحم المباريات وكذا، واحنا بنتكلم دلوقتي في صور اهو للفريق النادي الاهلي في المطار، وتحس ان النادي الاهلي الفريق بتاعه يعني بيقضي اوقاته الاطول في المطارات اكتر ما بيقعد في الملاعب او في المعسكرات. الكلمه يعني دي قالها كابتن من هنا على هنا على هنا، فربنا يعينهم، فعلا مهمه مش سهله. محمد الشناوي قال الكلمه دي على فكره مره، قال لك ان احنا بنقضي يعني بنقعد في المطارات وفي الطيارات وفي الرحلات وقت طويل جدا، ممكن لو حسبته بالايام نوصل مثلا حوالي شهرين في السنه. يعني لو حسبت مره قال التصريح ده، قال لك ممكن نقعد شهرين. فطبعا لما تيجي تبص جايين من المغرب طالعين على الامارات، هترجع من الامارات يوم والتاني تطلع على تونس، تقعد اربع ايام وترجع بعديها بقى، لو بقالنا كتير على هذا الحال مواسم. ده انت كنت في الاول بتروح اليابان، دلوقتي برضه كاس عامله انديه. طب الحمد لله. ده احنا في اليابان مره رحنا خدنا 17 ساعه سفر، نزلنا ابو ظبي تمام الامارات، وبعد كده خدنا مثلا 12 ساعه تاني الامارات، كنت بتقعد 17 ساعه وساعتين قبل وساعتين بعد طبعا. فكان يوم كامل بتروح. دلوقتي الامور اخف في الامارات والمغرب، ان شاء الله خير على كل حال، ونسعد يعني يوم الجمعه اللي جاي باذن الله، وطبعا بفوز النادي الاهلي. لكن اكيد تغطيتنا مستمره بحضراتكم في 10 الصبح في الاهلي وعلى قناه الاهلي حتى هذه المباراه. يعني نورتني استاذ عبد الحكيم، اشكرك جدا بجد. ربنا يخليك، شرف ليا والله. احنا اللي شرفنا بوجودك، وان شاء الله نشوفك على خير قريب باذن الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم على حسن المتابعه. ان شاء الله يتجدد اللقاء بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.